بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أحباء رياضة على التلفزة الوطنية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى عدد جديد من جولة في الملاعب واستوديو تحليلي خاص اليوم مباشرة من هنا من ملعب رادس لدربي العاصمة، الدربي عدد 121 بين النادي الإفريقي والترجي الذي التونسي، الدربي عدد 121 لحساب البطولة وعدد 41 في البطولة المحترفة. إن شاء الله نشاهد مباراة كبيرة ما بين زوز من أعرق الفرق في تونس، كلنا ننتظر في مباراة مشوقة إن شاء الله، مباراة يلتقي فيها إلى مستوى فني كبير كما يطلع له كل الجماهير الرياضية وكل أحباء الرياضة في تونس وخارج تونس، اللي أكيد متابعين باهتمام مباراة الترجي التونسي والنادي الإفريقي. يحضر معايا لتحليل هذه المباراة سي محمود الورتاني، مرحبا بك. مرحبا بك محمد علي، مرحبا بك أنيس، مرحبا بسادة المشاهدين. إن شاء الله نلقاو ماتير دسمة اليوم نجموا نحلوها ونجموا نعطيو فيها الرأي نتاعنا الفني. إن شاء الله. أنيس بوجلبان مرحبا بك. مرحبا بك محمد علي، تحياتي ليك وتحياتي لسي محمود وكل المشاهدين. قبل ما نعطي التشكيله نمشي مباشره لزميلي اسكندر الحجاج في الاستجوابات الفوريه، تفضل اسكندر. شكرا لك محمد علي. بالفعل معايا ماهر سيري مدرب مساعد النادي الافريقي، الفريق الذي يستضيف الترجي في دربي العاصمه، اول دربي العاصمه هذا الموسم النادي الافريقي هو الذي يستضيف، اكيد تحذير البدني والذهني لدربي عاصمه مخالف لاي تحذير لاي لقاء اخر. بدني ليه، لكن التحضير الذهني هو الاهم، تعرف في المقابلات هذه تكون لا كونسنتراسيون كبيره نتاع الملاعبيه، دونك ملزوم على الاطار الفني انه يطيح شويه في الكونسنتراسيون هذه باش ما نتعداوش الستريس، نخليهم ديما في معناها في كونسنتراسيون اوبتيمال باش ينجموا يخوضوا المقابله نتاعهم في اريحيه. واضح البوسليمي سجل حضوره اول مره هذا الموسم، ثم توزجار اول مره بالوان احمر واصفر في البطوله التونسي. احمر وابيض. بالنسبه للبوسليمي تعرف في غياب هشام بالقروي وليد الذوادي وسيف تقاء المصابين، دونك ما كانتش عندنا خيارات اخرى غير انه اونالين معناها البوسليمي. سي ان جوار اللي كان معناها هو النادي الافريقي كونفير معناها في ليزونترمون تاعو، وان شاء الله اليوم يقدم المردود اللي حاجتنا به ان شاء الله. توزجار. توزجار بون اونفان الي بري باش يلعب البطوله نتاعنا في تونس، ان شاء الله اليوم زاد يكون في المستوى المطلوب، وملاعبي عنده امكانيات كبيره ينجم يظهر لها اليوم ان شاء الله. واضح بالتوفيق ليك وللجميع، شكرا ماهر. نرجع لك محمد علي او خليك معايا خالد المولهي ايضا مدرب مساعد ترجي رياضي تونسي، اكيد تحيه مع ماهر السيري قبل ما يجيني خالد موجود بعدها. خالد نفس السؤال تقريبا سالته ماهر السيري زميلك فيما يتعلق بتحضيرات لدربي، ماهيش تحضيرات لاي مقابله في البطوله. والله شوف ممكن تحضيرات على المستوى الفني يسيروا، فما حاجات دي ديتاي لازم المدرب يحضر لهم، لكن على المستوى النفسي ما مش حاجه كبيره، بالعكس المدرب مطالب باش يعدل الكونسنتراسيون نتاع اللاعب، خاطر تعرف ساعات ديكسيت كونسنتراسيون ممكن تخلق مشكله وتخلي اللاعب ما يكونش في احسن حالته نتاعو، دونك الخدمه الكل كانت على المستويات، بدات رينا بعض النقائص بعض نقاط ضعف في النادي الافريقي حاولنا نشخموا عليهم، لكن على كيما قلت لك على المستوى النفسي نعرف المقابلات الكبيره اللاعب يحضر روحه وحده ويعرف ليش قبل. خالد اخر سؤال وما نفقدلكش التركيز، انا خليك مركز في المباراه، اكثر لاعب في الترجي الرياضي التونسي في اللائحه الموسعه موجود حاليا خبره في الدربيات، خليل شمام غائب عن تشكيله الترجي. شوف لا دربي ما فيهم حتى روبير، نجم يكون لاعب اول مره يلعب دربي يكون يعمل ماتش كبير، كيما لاعب خبره نجم يكون تعدى اطرافيه، دونك ما ديما دربي ما فيهش لا احكام مسبقه لا في النتيجه لا فيه زاد اللاعبين اللي فريمون عندهم انسونتون سيكولوجيك، دونك 11 ضد 11 اللي باش يكون مركز اكثر توتو لون دو ماتش ممكن هو اللي باش يخرج من النتيجه النهائيه. مشكور جدا خالد المولهي، اترك لك المجال محمد علي بوزقار ومع ضيفك في بلاتو جوله في الملعب. شكرا ليك اسكندر، ملاعبيه كبار اسامي كبيره اثت عديد الدربيات التاريخيه اللي ما تتنساش في تونس، والملاعبيه اللي باش ياثروا دربي اليوم ان شاء الله هما على التوالي في تشكيل الترجي الرياضي التونسي معز بن شريفيه، ايهاب المباركي، حسين الربيع، عادل المشاني، شمس الدين الذوادي، حسين الراقد، كوليبالي، سيسوكو، سعد بقير، فخر الدين بن يوسف وطه ياسين الخنيسي. بالنسبه لتشكيله النادي الافريقي فاروق بن مصطفى، بلال العيفه، علي الدين البسليمي، ياسين المكاري، عبد القادر الوسلاتي، احمد خليل، مهدي الوذرفي، وسام بن يحيى، صبر خليفه، عماد المنيوي، ويوهان توزجار. ونبدا معاك سي محمود في قراءه لتشكيله الفريقين. محمد علي راهو بغض النظر على الاسماء اللي موجوده توا في التشكيلتين زوز، راهو الجاهزيه الفنيه والجاهزيه الذهنيه والتكتيكيه تاع الفرديه والجماعيه هي راهو اللي ربما تعمل الفارق اليوم مع التعامل الصحيح، معناتها
صحيح مع مجريات المقابلة ربما هذه اللي باش تخلي ربما كفة فريق يصعد على كف آخر. بالنسبة للنادي الإفريقي كنت تكلمت وقلت وعلقت اللي يوهان توزغار أول مرة كمهاجم صريح ومهاجم أكسيال في التشكيلة في الهجوم، وكيف كيف البوسليمي أول مرة ظهور ليه للتشكيلة متاع النادي الإفريقي. الفرق ما بين زوز فرق في وسط الميدان هي الوقفة متاع اللاعبين في وقت في في في, في وسط الميدان. النادي الإفريقي عمل على أنسول جوار واحد اللي هو مهدي الوذرفي كلاعب أكسيال وسط ميدان دفاعي، معاه دوروليور اللي هو وسام يحيى على اليمين واحمد خليل في اليسار. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي يلعب على زوز لاعبي محور وسط ميدان اكسيو اللي هما حسين راكد فوسيني كوليبالي، وامامهم كموجه اللعب سعد بقير. معناتها هذه في وسط الميدان. بالنسبه للدفاع كيف اربعه هنا واربعه لهنا، وبالنسبه للهجوم لاعب في الظهير في الكولوار دروا فخر الدين بن يوسف سيسوكو في الظهير الايسر وياسين الخنيسي، هذوما بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للنادي الافريقي عماد المنياوي اللي لعب في الكولوار هذاك وقاعد ينجح في الكولوار هيك، صابر خليفه واليوم ظهوره يوهان توزغار. هذه هي التركيبه معناتها نتاع زوج فرق. بقى توا كيفاش هذوما باش يقفوا في الميدان باش نراهم بعد في المقابله. انيس قراءتك في تشكيلة زوج فرق، موافق سي محمود في الكلام اللي قال ولا عندك قراءة أخرى للتشكيلة؟ أكيد كي نشوفوا تشكيلة الترجي ولا النادي الإفريقي ما فماش تغييرات كبيرة، وحتى التغييرات اللي صارت براتيكمون يعني أسباب النادي الإفريقي تغيير في محور الدفاع وتغيير على مستوى الهجوم. يعني تغيير في محور الدفاع اضطرار لأنه بالقروي مع المنتخب، اختيار توزغار بالنسبة نتصور أنه مدرب النادي الإفريقي اليوم اختار توزغار على سيف الجزيري لأنه اليوم في الماتش اليوم في حاجة للمهاجم كما نقولوا محطة باش يحط ويشد الزوز مدافعين بتاع الترجي الرياضي باش يحط أكثر مساحات للمنياوي وصابر خليفة من اللي صار. بالنسبة للترجي التغيير براتيكمون تغيير وحيد، إذا كان شفنا سيسوكو اليوم أساسي مكان رجيبي لأنه سيسوكو سيان جوار رابيد، ونتصور أنه سيسوكو فخر الدين بن يوسف والخنيسي وسعد بقير اربع لاعبين عندهم سرعه كبيره. نتصور انه مدرب الترجي مش يختار انه يستنى النادي الافريقي ويلعب على سرعه الاربع لاعبين الاوفنسيف، لانه النادي الافريقي عنده مشكله. ممكن الناس تقول انه دفاع النادي الافريقي ضعيف، لا مش صحيح، مش دفاع النادي الافريقي، مي ترانزيسيون في النادي الافريقي هي ضعيفه. يعني تبدا الكره سجل 9 اهداف وقابل جوز اهداف يعني إيه؟ في المباراه نقصد يعني انه الناس كلها عنده يعني نقص استفهام على الدفاع الافريقي. الدفاع الافريقي مش ضعيف، مي ترانزيسيون تاع النادي الافريقي كي تبدا الكره عند النادي الافريقي وتتفك وقت النادي الافريقي يولي ضعيف. نتصور ممكن هذه النقطه اللي عمار سويح ركز عليها في النادي الافريقي. النادي الافريقي واليوم ظهر لي الرول نتاع لونترونور اللي يبدا على الخط، يزمو كي الكره تبدا عند لاعبين وسط ميدان النادي الافريقي يزمو يفكر في الاكيليبر ديفونسيف، ما يخليش الملاعبين يبداو اونجاجي. سيتو مباراه كبيره والناس الكل تحب تماركي والناس الكل موتيفي ممكن حتى اكثر من لازم. قراءه اولى نتصور النادي الافريقي مش يضغط الترجي ويحاول انه يلز الترجي يلعب الكره الطويله، وهذا اللعب ما يحبذوش الترجي. علاش؟ لانه ما عادش عنده اتاكون اللي يحب اللي اون بوينت كيما نقولوا كيما مايك. اليوم الخنيسي انا تكون بستيل اخر، سي انا تكون اللي يطلب برشا وراء الدفاع، يحب الكور اللي براتيكمون تجي في ظهر الدفاع. اليوم اذا النادي الافريقي ينجح في الضغط على دفاع الترجي اكيد انه مش يلز الترجي يلعب اللعب اللي ما يحبوش. سي محمود جل الفنيين اكدوا انه مباراه كيما اليوم مباراه تلعب على مستوى وسط الميدان. عمار سويح قال انه القى التركيبه نتاع مستوى على وسط الميدان الثنائي كوليبالي وحسين الراقد، في النادي الافريقي ايضا ثنائي قاعد ياكد احمد خليل ومهدي الوذرفي. صحيح، نحب نحافظ على زوز نقاط واضحه جدا بالنسبه للزوز فرق. انا بالنسبه لي وسط الميدان اليوم باش يكون فاعل بالنسبه للترجي ولا بالنسبه للنادي الافريقي. الكره الثانيه والترانزيسيون تكلم انيس قبيلي، احنا نتكلموا على الدفاع نتاع الفريق هذا ولا الفريق هذا، هما لي زانتير ليني وقروب اللي ليني ما بين بعضهم هما اللي يخليوا المساحات. وبالنسبه لي اذا كان وسط الميدان تاع الفريق هذا ولا الفريق هذا يعرف يتعامل ويعمل ترانزيسيون بعد استقبال الكره الثانيه، هو قادر ربما باش ياخذ الاسبقيه في اللعب. حاجه اخرى، الحاجه الثانيه
بالنسبه للنادي الافريقي نعرفوه يلعب توا منذ بدايه الموسم، الموسم هذا يلعب على الكره الطويله ويسنى الكره الثانيه في وسط الميدان والضغط من بعد يصير على الكره الثانيه. الترجي الرياضي التونسي باش يحب يعمل الخروج معناتها المدروس من الوراء، يخرج بشويه بشويه بالكره ويخلط للمناطق نتاع النادي الافريقي. بقى اليوم راهو ماهيش بيان سور البلان جو تكتيك، الوقفه نتاع اللاعبين عندها قيمه برشا، لكن الجاهزيه نتاع اللاعبين والتعامل الصحيح مع ظروف ومجريات المقابله هو اللي باش يعطي ربما الكفه كما قلت الفريق ولا الاخر. انيس، مباريات الدربي عاده فما فرديات، فما ملاعبيه يبرزوا في مباريات الدربي، اليوم برشا ملاعبيه اول دربي ليهم، شكون اللاعبين اللي في تشكيله الزوج فرق عادلين انهم يصنعوا الفارق اليوم؟ بالنسبه للترجي نتصور انه فخر الدين بن يوسف اليوم، اذا كان كما قلت الترجي يستنى النادي الافريقي وكل مره يربح كره يلعبها تظهر دفاع النادي الافريقي، نتصور انه فخري يجم يكون النجم في المباراه هذه اضافه الى خنيسي. بالنسبه للنادي الافريقي نتصور انه صابر خليفه متعود على الاجواء هذه، ملاعبي سريع، ملاعبي ذكي، وملاعبي اكيد متعود على المباريات الكبيره. دونك في المباريات هذه النادي الافريقي يعمل برشا عليه. توزغار اول مباراه ليه اليوم، اذا نجح اكيد انه مش يكون اختيار كبير للمدرب، واذا اذا اذا توزغار في اول مباراه ليه في الديربي الجمهور معمل عليه برشا، لانه مش ملاعب صغير، عنده ديكاليتي كبار، وشفناه في لونس كيف المنياوي. منياوي في اخر ديربي ظهر اللي يسجل. دونك الملاعبيه الاوفنسيف هما اللي يجموا يصنعوا الفرجه، هما اللي يجموا ياثوا الديربي هذه. كل ما برك دليل على اهميه لي ديتاي، كيما نقولوا نتكلموا برشا على لي ديتاي اللي تعمل ديفيرونس في المباريات الجزئيات الصغيره في الديربي، سيرتو في الديربي اكيد انه تجم المباراه كلها تتلعب على باس غلطه في وسط الميدان، على تمركز غلط في اللي بالاريتي، على بريسينج وواحد ملاعب يسهى اول، يلزم القيام باقل عدد ممكن من الاخطاء، يلزم الكونسنتراسيون تكون عاليه. نتصور انه الماتش هذا المدرب مش في حاجه انه يموتيفي ملاعبيته، بالعكس يلزم يطيح في البريسيون، مي الملاعبيه يلزمهمش يتعداو الموتيفاسيون يوليو، خاطر اذا الملاعب يولي يلعب بقلب من غير مخ اكيد مش يضره ومش يضر النادي. نفسانيا يلزم تحضير نفساني وتحضير ذهني كبير لمباراة الديربي. أكيد باش نرجعوا بأكثر حديث عن المباراة بين الشوطين وبعد نهاية المباراة. قبل ما نمشيو لزملائنا، البرونوستيك نتاعكم للشوط الأول، نتيجة الشوط الأول سي محمود سيانيس. صعيب ياسر تكهن على مقابلة في الواحد. أعطيني نتيجة تصور تشكيلة الشوط الأول. ما نجمش، أنا مدرب وعشت المواقف هذه، باش الواحد نوليو نعملوا في نجموا احنا تويك. الجاهز أكثر هو اللي باش، مانيش خايف راهو من مانيش باش نهربوا، ماهيش سؤال ما نجمش انا من صعيب في مباراه الديربي. لا الديربي محمد علي، الديربي صعيب برشا الكهن بالنتيجه بالنتيجه نتاعو باهي. ان شاء الله باش نرجعوا بعد نحكيو كما قلت اكثر عن المباراه. نمشيو مع فاصل اشهيري ثم نتحولوا مع زميلي عبد الرحمن العش للتعليق عن المباراه، ولنا عوده ان شاء الله بين الشوطين. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا مشاهدينا على الوطنية، كما تابعتم الاستوديو التحليلي الذي سبق لقاء الأجوار رقم 121 بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. أجواء خاصة دائما في لقاءات الديربي، أجواء تعيشها عائلة اللاعبين، عائلة مشجعي الفريقين. إذا دائما حصريا على الوطنية في تونس، المتابعة المباشرة ولو في قمة مبكرة أثناء الجولة الخامسة. بسرعة تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، الضيف اليوم في لقاء الأجوار معز بن شريفية في حراسة المرمى، إيهاب المباركي، حسين الربيع المعوض لخليل شمام، علي المشاني، شمس الدين الذوادي محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. هاو أمامكم التشكيلة، حسين الراقد، حسيني كوليبالي كثنائي في وسط من الترجي من الجانب الدفاعي، عبد الله سيسوكو، سعد بكير، فخر الدين بن يوسف، وطه ياسين الخنيسي المسجل لثلاثة أهداف إلى حد الآن في تركيبة المدرب عمار السويح. النادي الإفريقي مباشرة
بطل الموسم الفارط وأحرز اللقب في آخر جولة في جرزيز. فاروق بن مصفى في حراسة المرمى، بلال العيفة، علاء الدين البوسليمي كمحور دفاع، ياسين الميكالي الظهير الأيسر، عبد القادر الوسلاتي القادم من تجربة في أوروبا، أحمد خليل في أول دربي وهو لاعب أثار الانتباه لي مع انطلاق الموسم، مهدي الوذرفي، وسام بن يحيى 15 دربي تقريبا بالنسبة لي وهو لاعب الخبرة في غياب ناطر وتيجاني بالعيد، صابر خليفة هدف الرابطة المحترفة الأولى الموسم الماضي، عماد المنياوي، يوان توزغار اللاعب السابق لفريق لونس الفرنسي واللي انتدب من جانب النادي الافريقي، اللاعب السابق كذلك لفريق اميا. اذن الاحتياطيون من جانب الترجي الرياضي التونسي، القروي كحارس احتياطي ثاني، محمد امين النفزي، غيلان الشعلالي، ايشاكا ديارا القائد السابق لمنتخب الاواسط المالي، ادريس المحيرسي، ادم الرجيبي، وهيثم الجويني. النادي الافريقي الاحتياطيون بسرعه سيف الدين الشرفي، محمد علي سالم، مراد الهذلي، نادر الغندري، سيدو سريفو، مالك توري، وسيف الدين الجزيري. الحكم الدولي محمد سعيد الكردي كحكم رئيسي يؤمن هذه المباراة وهو أول دربي ليه، حكم أدار ذكره في تصفية كأس العالم 2014 المباراة التاريخية بين المنتخب المصري والمنتخب الغاني في غانا، فوز جريدي. الحكم المساعد الأول أيمن إسماعيل، الحكم المساعد الثاني والحكم الرابع مراد بن حمزة، وعوازة ترابلسي يراقب هذه المباراة. النادي الإفريقي بطل موسم الفارط، الترجي الساعي كذلك لتجاوز الفترة الصعبة في الموسم الفارط، ولو أنه الجولة قبل الأخيرة كان معني بلقب البطولة والحاجة للعودة للتتويجات، وبالطبع الموسم اللي يلي لقب البطولة يكون الرهان أكبر على المستوى النفساني والمستوى البسيكولوجي، ودائما ننتظر في انطلاق المباراة وواضح كل الإجراءات يأخذها الحكم محمد سعيد الكردي للسير العادي للقاء الأجوار رقم 121 ورقم 40 بالنسبة للرابطة المحترفة منذ 96-97. الترجي بتسعة نقاط والأفريقي ستة نقاط، والأفريقي تنقص مباراة أمام فريق النجم الرياضي الساحلي، ستدور في ديسمبر المقبل والسماح للنجم الساحلي اللي باش يلعب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. إذن تنطلق مباراة الأجوار رقم 121 والكرة مباشرة في التماس، إبعاد الكرة من فخر الدين بن يوسف في أول دربي ليها القادم من ميتس الفرنسي. برشا لاعبين شوفوهم كانوا في أوروبا ويرجعوا من تجربة ويجيوا إلى تونس، والمخالفة الأولى أمامكم حسين الراقد، مخالفة للإفريقي منذ الثواني الأولى للشوط الأول. التركيز على صابر خليفة من الجهة اليسرى ويوان توزغار قلب الهجوم المحوري في تشكيلة المدرب دانييل سانشيز كما ذكر في الأسلوب التحليلي ما قبل المباراة، فوسيني كوليبالي، بلال العيفة، حوارات مناطق جزاء الترجي الرياضي التونسي، الكرة في المحور وبعدها معز بن شريفية، أول رهان الكرة الثابتة اللي بعدها معز بن شريفية وقيمة الكرة الثابتة في لقاء الدربي. وأكيد استمتعتم بالجوانب التكتيكية بالنسبة للأستوديو التحليلي. وصابر خليفة في مناطق الجزاء، وصابر خليفة والكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، لاختر من جهة صابر خليفة منذ البداية ويترك اللعب الحكم محمد سعيد الكردي. إذن بقوة تنطلق المباراة، باندفاع ينطلق الدربي بين الترجي والإفريقي، واضح يستحق حكم في قيمة محمد سعيد الكردي. شفنا الالتحام الأخير بين وسام بن يحيى وكذلك حسين راقد، أيضا كان قريب محمد سعيد الكردي منذ قليل مع سقوط صابر خليفة في مناطق الجزاء، والكرة باش ترجع لصالح الترجي
الرياضي التونسي، ايضا تركيز من جانب الحكم سعيد الكردي. مباراة متاع برشا دويل، مباراة متاع برشا حوارات، مباراة فيها لاعبين عندهم ذكاء، عندهم دهاء، عندهم خبرة لقاءات الأجوار. ياسين الميكاري والكرة مباشرة للنادي الأفريقي، والتغطية من حسيني كوليبالي، ومن جديد ياسين الميكاري، ياسين الميكاري، حسين الراقد، ثم يهب المباركي، والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله يكون دربي في أعلى مستوى، في مستوى عالي، واضح كل الممهدات لهذا الدربي. المخالفة لصالح فخر الدين بن يوسف، والتدخل كان من ياسين الميكاري. إلى حد الآن الضغط واضح بالنسبة للمدربين، يعرفوا أنه نتيجة إيجابية في لقاء الأجوار معناها بقية مشوار مريحة في البطولة. يبعد الكرة بلال العيفة، عنده لاعب اسمه هشام بالقروي يلعب مع برشا الموسم الفارط، والبارح كان أساسي مع المنتخب الجزائري في لقاء ودي أمام منتخب السنغال. حسين الراقد في محور دفاع النادي الأفريقي، ومن جديد التماس، وأيضا المعاضة حتى من صابر خليفة، نشوفوا أحمد خليل، وأيضا علاء البسليمي الراجع من تجربة مع قواف القفصة. المخالفة لصالح الترجي التونسي هذه المرة، وأحمد خليل، المخالفة المرتكبة من أحمد خليل وإيهاب المباركي. تقريبا نفس الوضعية متاع المخالفة اللي نفذها وسام بن يحيى في مناطق الترجي الرياضي التونسي. واضح توصيات وحوارات مناطق الجزاء، والتنفيذ من سعد بكير من جانب الترجي الرياضي التونسي بالرجل اليسرى، والحارس فاروق بن مصفى، الحارس فاروق بن مصفى ثابت ويتحكم في الكرة الأخيرة، ويحاول عكس الهجوم لفريق باب جديد. إذن التغطية من جانب الترجي الذي توصي، نشوفوا سعد بكير، ونشوفوا المحاولة من كراوش الديسفيقسي سابقا كما كان يلقب فخر الدين بن يوسف، والحارس فاروق بن مصطفى اللي كان أساسي في كل مراحل الرابطة المحترفة الأولى في الموسم الفارط، الحارس السابق للنادي الرياضي البنزرتي. إذن وسام بن يحيى من اللاعبين الركائز في التركيبة. عماد المنيوي صاحب آخر هدف في لقاءات الأجوار، لاعب اكتسب خبرة بعد تألقه مع نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. وشفنا حسين الربيع في أول دربي، والكرة باش ترجع لصالح الأفريقي وضد فوسيني كوليبالي. إذن أمامكم فوسيني كوليبالي اللي في التغطية أمام حسين الربيع، نشوفه مع وسام بن يحيى، والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. الحجم البدني في هذا اللقاء نفس المواصفات بين فوسيني كوليبالي ووسام بن يحيى، 15 ديربي في رصيده، وآخر ديربي بطبع عليه كان في جوان 2011، يستأنف اللعب بمخالفة لصالح الترجي التونسي من هفوة مرتكبة من وسام بن يحيى على فوسيني كوليبالي. عبدولاي سيسوكو، عماد المنيوي، نشوفوا الانضباط التكتيكي من جانب عماد المنيوي اللي يرجع ويعرف قيمة الأروقة للترجي التونسي في التغطية على جهة عبد القادر الوسلاتي. علاء البسليمي هو اللي بعد الكرة من مناطق الجزاء، ويوان توزغار أول كرة لمسها، ثم أحمد خليل من اللاعبين الصاعدين في التركيبة. مباشرة عماد المنيوي، عماد المنيوي، عماد المنيوي، العملية الفنية من عماد المنيوي أمام حسين الربيع، ومحاولة الخروج بالكرة من جانب فخر الدين بن يوسف، ثم نسق، ثم ريتم حاليا في الدربي بين الترجي والأفريقي الذي يستضيف جاره اليوم. سعد بكير وقبله ياسين الميكاري وأحمد خليل، وثم فوسيني كوليبالي. مباشرة عبدولاي سيسوكو، عبدولاي سيسوكو، والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. الإشارة بمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي من محاولة كانت من الجهة المقابلة لعماد المنيوي،
إلى مخالفة ضد عبد القادر الوسلاتي ولصالح اللاعب السابق للملعب المالي أستاد ماليان أبدولاي سيسوكو. بدون مقدمات دخلوا زوز فرق إلى الميدان، يحبوا يمتعوا الجماهير الحاضرة، يحبوا أيضا يمتعوا النظارة اللي بأعداد غفيرة وغفيرة جدا. تتابع لقاء الأجوار مباشرة على الوطنية. حسب رأيي الكرة الثابتة تنجم تحسم مثل هذه اللقاءات من الجانبين، النادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي. أول دربي لسعد بكير، أول دربي لأبدولاي سيسوكو، مكان إيديوك اللي مش موجود في القائمة. فوسيني كوليبالي ثم ياسين الميكاري قبل فخر الدين بن يوسف، أحمد خليل ياسين الميكاري، والمخالفة لصالح المدافع، المدافع اللي احترف خاصة في سويسرا وكذلك في فرنسا ياسين الميكاري. وثم تنبيه من جانب الحكم محمد سعيد الكردي. شوفوا التدخل الأخير من فخر الدين بن يوسف وتنبيه من الحكم الدولي محمد سعيد الكردي. كرة في وسط الميدان وصابر خليفة والمخالفة. الكرة لصالح هداف الموسم الفارط، اللاعب كذلك اللي ينجم يحسم مثل هذه اللقاءات، اللاعب اللي يخذ بعد آخر مع احترافه في فرنسا مع إيفيون وأولمبيك مارسيليا وهام في البطولة التونسية، لقاو لاعبين قاموا بتجارب خارج حدود الوطن. حسين الراقد مباشرة إلى علاء البسليمي ثم ياسين الميكاري، وتبقى الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي وطه ياسين الخنيسي وفخر الدين بن يوسف، وأيضا المتابعة والتغطية من مهدي الوذرفي. ثم الكرة ترجع لصالح النادي الإفريقي مباشرة، كرة خاطئة لوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي بالتحديد من حسين الراقد. ثم التوزيع من شمس الدين الذوادي اللي في رصيده هدف في لقاء الدربي 2013 سعد بكير، وعملية فنية من سعد بكير، ولا وجود لمخالفة وستة أمتار لصالح النادي الأفريقي. شوفوا العملية الفنية من سعد بكير والتدخل من ياسين الميكاري، وثم الكونتاكت بين زوز لاعبين، والحكم يعلن عن ستة أمتار لصالح النادي الافريقي. والكره بعدت على ايهاب المباركي اللي كانت عنده تجربه كذلك لم تكن بالنجاح المامول مع فريق ايفيون، وهو اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي. المخالفه لاحمد خليل اللي والده كان قائد في شبيبه القيروان وكان ايضا في المنتخب الاول من جديد الافريقي، والبحث على التوغلات خاصة من جهة عماد المنياوي، وكانت كرة في التمهيد من عبد القادر الوسلاتي ثم مهدي الوذرفي، والتغطية من حسين الربيع. إلى حد الآن نشوفوا في برشا دويل من الجهة اليسرى لدفاع الترجي، شفنا الاندفاع من اللاعب السابق للترجي الجرزيسي، وكان لعب آخر مباراة الموسم الفارط في حوار الترجي الجرزيسي والنادي الافريقي. الكرة كانت من ياسين الميكاري وتبقى لوسام بن يحيى وعبد القادر الوسلاتي، والتوزيع وابعاد الكرة من مناطق الترجي الرياضي التونسي. وثم علاء البسليمي منذ سنتين لعب ايضا لقاءات الاجوار بين الفريقين. شمس الدين الذوادي قبل ليوان دوزغار، وترجع الكرة للنادي الافريقي مباشرة لمعز بن شريفي. الملاحظة أن الإفريقي يبحث على كرة طويلة على يوان توزكار. ترجع الكرة لصابر خليفة، ترجع الكرة لصابر خليفة من الجهة اليسرى، أحمد خليل باش يصوب، والحارس معز بن شريفية على مارتين. معز بن شريفية يتفادى هدف محقق لصالح النادي الإفريقي. السرعة ضد التقوى في الدربي، التصويبة الممتازة من أحمد خليل وتصدي وتفادي هدف محقق من معز بن شريفي.
شفنا الحنكة وشفنا المهارات في التصويب لأحمد خليل، وأكيد ثم إعادة للتصويب الممتازة والتصدي كذلك الممتاز من جانب حارس الترجي الرياضي تونس. التماس للإفريقي، شوفوا التصويبة من أحمد خليل، معز بن شريفية، يوان توزغار، وفوت الفرصة يوان توزغار وأغلق الزاوية الحارس الدولي للترجي الرياضي التونسي من تصويبة من خارج منطقة الجزاء. والدربي بدأ يسخن كما يقال، وفرصة جدية لأحداث الفارق للنادي الإفريقي. تبعد الكرة من بلال العيفة، شمس الدين الثوادي يسترجع الكرة النادي الإفريقي وعكس الهجوم، وثم عماد المنياوي ويوان توزغار، يوان توزغار والكرة في وسط الميدان مهدي الوذرفي، ويمنح الأسبقية الحكم سعيد الكردي. ياسين المكاري التوزيعة والفرصة، وصابر خليفة وضعية ثانية على الإفريقي عماد المنياوي، ويخسر الرهان عماد المنياوي، ومن جديد الإفريقي في صنع الأخطر. في المقابل ثم هفوة من ياسين المكاري، وثم انذار، ثم انذار ضد الظهير الأيسر للنادي الإفريقي. هجومات كانت خطيرة لصالح النادي الإفريقي، ثم كرة للترجي وهفوة مرتكبة من ياسين المكاري على فخر الدين بن يوسف، وأول انذار في الدربي، أول انذار في المباراة. مهدي الوذرفي وسعد بكير، والأولوية لمهدي الوذرفي. إيهاب المباركي، حسين الراقد، إيهاب المباركي، سعد بكير، سعد بكير، المحاولة من فخر الدين بن يوسف، مباشرة الحارس فاروق بن مصطفى، فاروق بن مصطفى يخو الكرة الأخيرة، وشفنا فرص تنبض باهتزاز الشباك، والوضعية الأخيرة للترجي الرياضي التونسي، ورفع الكرة من فخر الدين بن يوسف، والمخالفة لصالح النادي الإفريقي. شفنا كذلك أول إنذار لياسين المكاري، المهم والممتاز حاليا أن اللاعبين يحبوا معناها تكون المباراة في مستوى عالي، تكون المباراة في نسق كبير، في نسق يليق بلقاء الدربي، يليق بعراقة الفريقين، بشعبية الفريقين، بتاريخ الفريقين النادي الإفريقي والترجي، واللي منحوا كرة القدم التونسية ألقاب إفريقية، ألقاب عربية، حاجة مشتركة ما بيناتهم، الأفرو آسيوية. نشوفوا الكرة الأخيرة لعماد المنياوي، عماد المنياوي مباشرة إلى فوسيني كوليبالي. شفنا الذكاء من صابر خليفة، كان ينجم يصوب صابر خليفة، لكن القاخر منه عماد المنياوي في عمق مناطق الجزاء، والخيار الأخير لم يكن صعب من صاحب آخر هدف في لقاء الترجي والنادي الأفريقي. وفخر الدين بن يوسف حب يمنح الكرة الأخيرة لإيهاب المباركي اللي ارتكب هفوة على حارس النادي الأفريقي. تجاوزنا الربع ساعة الأول الشوط الأول، ومطالبة بمخالفة من صابر خليفة، وكان أمامه سعيد الكردي، وكرة باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. هذا اللي اختار من جانب الإفريقي، أنه صابر خليفة اللي بالفيستا متاعه وحب يلعب كرة ثنائية باش يخترق بها محور دفاع الترجي المتكون من شمس الدين الذوادي وعلي المشاني، اللي لعب ساعات لعب المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. إيهاب المباركي طول الكرة الأخيرة على طه ياسين الخنيسي ويسام بن يحيى، وثم اللاعبين شبان في وسط ميدان الإفريقي، أحمد خليل ومهدي الوذرفي، وترجي الإجابة عبر سعد بكير، كذلك أول دربي ليه فسيني مع حسين الراقد كثنائي بالنسبة للتغطية والبلاياج أمام الدفاع، وأحمد خليل لاعب ليبر إلكترون ليبر في وسط ميدان الإفريقي. نشوفوا يوان توزغار مباشرة لصابر خليفة، صابر خليفة، صابر خليفة، توزيع على مستوى القائم الأول، مباشرة الحارس معز بن شريفي، مرة أخرى يمر صابر خليفة في المقابل، المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي وضد
مهدي الوذرفي. من جديد الإعادة للسرعة في تجاوز المنافس المباشر لصابر خليفة والحارس معز بن شريفية. حوار داخل المباراة بين إيهاب المباركي الظهير الأيمن للترجي وصابر خليفة، في المقابل مخالفة لسعد بكير في وسط الميدان. نحمد ربي أنه شفنا لعب إلى حد الآن، ثم رغبة من الجانبين باش تكون الفرجة حاضرة اليوم، باش يكون الامتاع أيضا. تعيين حكم في قيمة سعيد الكردي يساعد على الفرجة على سبكتاكل اليوم في الملعب الأولمبي برادس. دانيال سانشيز آخر تجربة في فرنسا مع فريق فالنسيان، وفي سجله في الدربي تعادل وانتصار. نذكروا آخر مباراة كانت ماي 2015، يعالج خارج الميدان متوسط ميدان الهجوم للترجي سعد بكير. الكرة باش ترجع لصالح النادي الافريقي. قلت بالنسبة لعمار السويح بعد تجارب خارجية يرجع إلى تونس من الباب الكبير وتدريب أحد أعرق الأندية التونسية بعد ما كان درب النجم الساحلي وتحصل على كأس الكؤوس الإفريقية 2003، كذلك كأس تونس مع نادي حمام الأنف. بلال العيفة فسيني كوليبالي يتقدم وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، والكرة مباشرة إلى سعد بكير والتغطية ثم ترجع إلى حسين الراقد وفخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف يختار إرجاع الكرة إلى حسين الراقد. حسين الراقد سعد بكير ويخسر الكرة الأخيرة ترجي عبر إيهاب المباركي. يوان توسكار ومباشرة إلى إبعاد الكرة من معز بن شريفية، وكان يسخروه في وضعية تسلل صابر خليفة وقف، ثم خلى يوان توسكار يمشي للكرة ومعز بن شريفية تفطن وبعدها. شفنا يوان توسكار يبحث برشا، شوفوا الكرة الأخيرة واضح أنه كان في وضعية تسلل صابر خليفة، وخلى يوان توسكار اسمه يمشي هو بالطبع ويحاول أنه يخلط على الكرة، لكن معز بن شريفية قبله وبتبع خبرة المقابلات لصابر خليفة اللي ما نجمش بتبع يلمس الكرة الأخيرة في وضعية غير قانونية. صابر خليفة من جديد يلعب كريمه من الجهة اليسرى، عماد المنيوي من الجهة اليمنى، ويوان توسكار في محور الدفاع المنافس الترجي بيلعب ايضا في ظهر الدفاع اللي هو طه ياسين الخنيسي اللي عنده بروفيل، عنده مواصفات مغايره لجوزيف يانيك نجانغ اللي نذكروا اخر مباراه ليه كانت في الدربي واصيب وخرج في الدقائق الاولى للمباراه، كما زوز لاعبين في الافريقي حمزه العقربي واسامه الحدادي المصابين. نشوفوا الفنيات من احمد خليل ويخسر الكره الاخيره. برشا شوبين من الجانبين تجربتهم معناها كاريرهم بدات في لقاء الاجوار، وكانت معناها مشوار كان ناجح لعديد الاسماء من الجانبين عبر التاريخ الطويل للقاءات الفريقين. او علاء البوسليمي اللي يرجع للقاءات الدربي من بوابه غياب هشام بالقروي والتزاماته لقاءات الفيفا مع المنتخب الجزائري، وبالمناسبه ايضا بغداد بونشاح المتعلق مع نجم الساحلي كان حاضر البارح في تشكيله المدرب يوان جوكيف. او ضغط البريس من يوان توسكار ثم علي المشاني، ومن جديد الكره ترجع لشمس الدين الذواتي امام هجوم الافريقي ياسين الميكاري احمد خليل ثم وسام بن يحيى ومهدي الوذرفي، ويرجع لي بلال العيفة. ثم واضح نضج من الجانبين وقرايه حساب لقيمه اللاعبين الموجودين في هجوم الفريقين وايضا اظهر المساندين. صابر خليفه فرصه والحارس معز بن شريفية. من جديد الاكسبلوا من معز بن شريفية
وكذلك معناها كلمة برافو لصابر خليفة. نشوفوا صابر خليفة، نشوفوا التمهيد من يوان توسكار، حوار متجدد بين صابر خليفة ويا بن باركي. يدخل مناطق الجزاء صابر خليفة، ومرة أخرى البراد، ومرة أخرى التألق من معاذ بن شريفية. حقيقة الفرجة من الجانبين، صابر خليفة معاذ بن شريفية، ومن جديد الإعادة للكرة الأخيرة صابر خليفة، ويغلق الزاوية معاذ بن شريفية، والتغطية كانت حاسمة مرة أخرى من حارس الترجي الرياضي التونسي، والمحاولة وأيضا الحنكة لجناح الإفريقي، ومقابل أيضا الريفلكس والتغطية من جانب معاذ بن شريفية. ومرة أخرى شفت الحوار من الجهة اليمنى لدفاع الترجي بين صابر خليفة وإيهاب المباركي. كما قلنا برشا حوارات في وسط الميدان. يوان توسكار شفنا في الفتحة الأخيرة من اللاعب السابق للانس اللي انحدر إلى الدرجة الثانية، وتوسكار بعد بعض المشاكل التي تم تذليلها بتبع يرجع ويصبح مباشرة في التشكيلة الأساسية، وتم دعوته كذلك لمنتخب المحليين مع المدرب أوري كاسبرزاك. مرة أخرى فرصة تأتي للإفريقي من الجهة اليسرى لهجومه، ومرة أخرى يتوغل صابر خليفة، ثم الكرة ملحقش عليها عماد المنياوي. حسين الربيع يرجع لمعاذ بن شريفية، أو الحراس متاع الدربيات ولاعبي دربيات صابر خليفة اللي لعب دربيات مع الترجي ضد الإفريقي، وحاليا حوار خاص مع الحارس معاذ بن شريفية، ويعرفوا بعضهم برشا الثنائي حسين الرقد. ثم التغطية من بلال العيفة في عاشر دربي ليه عماد المنياوي، أمامه كان حسين الرقد. عبد القادر الوسلاتي يبعد الكرة علي المشاني للتماس لصالح النادي الإفريقي. مهدي الوذرفي، مهدي الوذرفي، مهدي الوذرفي، والاستماتة واسترجاع الكرة من جانب الترجي. وفخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف أمامه لاعب اللي من الكولوار متاعه من جهته ياسين الميكاري، وثم إيهاب المباركي ومهدي الوذرفي. مباشرة لسعد بكير، وطه ياسين الخنيسي، وطه ياسين الخنيسي، وطه ياسين الخنيسي، والإجابة من فاروق بن مصطفى. حقيقة مباراة ممتازة إلى حد الآن، وبراد من الجهة المقابلة من فاروق بن مصطفى. نشوفوا التخريجة الممتازة من سعد بكير، وطه ياسين الخنيسي، وإغلاق الزاوية من فاروق بن مصطفى، وفرصة لإحداث الفارق من الجهة المقابلة بعد ما كانت فرصة لصابر خليفة. إخراج الكرة ممتاز من سعد بكير لطه ياسين الخنيسي. بداية رائعة للقاء الأجوار بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. شفنا تألق معاذ بن شريفية، شفنا من الجهة المقابلة إغلاق الزاوية من فاروق بن مصطفى، والحارس فاروق بن مصطفى من جديد. تطويل الكرة الأخير، إذن أول كرة في محور دفاع النادي الإفريقي. قلت يطلب الكرة في ظهر الدفاع طه ياسين الخنيسي، إقراء اتجاه الكرة فاروق بن مصطفى، ومنع الإفريقي من هدف محقق. كما التوغل من صابر خليفة، إغلاق الزاوية من معاذ بن شريفية. ياسين الميكاري، صابر خليفة، المساندة والكرة. شوفوا صابر خليفة، وثم انذار لإيهاب المبارك، انذار ولمس كرة ضد إيهاب المباركي في مباراة من جهته برشا إلى حد الآن. برشا حوارات مع صابر خليفة بعد الانذار ضد ياسين الميكاري، الانذار لإيهاب المباركي. شوفوا الكرة الأخيرة، شوفوا الهفوة المرتكبة من جانب إيهاب المباركي على صابر خليفة، وشوفوا التغطية من فاروق بن مصطفى. الدربيز محرس كبار إلى حد الآن، نحضروا في تصديات ممتازة من الجانبين، واللي يزيد في قيمة ويزيد في رفعة الأداء من جانب الإفريقي والترجي، أنه الدربي بحاجة إلى لاعبي خبرة.
الى حراس خبره والفسيني كوليبالي على ارضيه الميدان. واضح انه حوارات مناطق الجزاء، واضح انه يشوف المساعد محمد سعيد الكردي، وننتظر القرار بالنسبه للحكم محمد سعيد الكردي وبلال العيفة. وشوى القرار ورقة صفراء ضد بلال العيفة، ورقة صفراء أيضا ضد فسيني كوليبالي. كان خسر محمد سعيد الكردي الحكم المساعد الثاني وأشار إلى أنه دوبل كونتاكت بين بلال العيفة فسيني كوليبالي، وواضح معناها هذا منطقي وموجود في لقاءات انه في مع الكرات الثابته ثم تجاذبات ثم دي ديويل. والحكم سعيد الكردي بالطبع يفرض الانضباط، ونبه مره اخرى على حسين الراقد وزوز انذارات اضافيه بعد ابن المباركي ياسين المكاري ضد بلال العيفة وفسيني كوليبالي. ياسين المكاري على مستوى المحور، طول قامة شمس الدين الذوادي، عماد المنيوي، مهدي الوذرفي، والكرة باش تبقى لصالح النادي الافريقي عبر يوان توسكار واحمد خليل، وتبقى الكرة من جديد لاحمد خليل في التوزيع، والحارس معاذ بن شريفية. معاذ بن شريفية مع الكرة الأخيرة لبلال العيفة. بلال العيفة في تعزيز الهجوم، التوزيعة دقيقة في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي، ومباشرة الحارس معاذ بن شريفية. شوفوا الإعادة لأحمد خليل وبلال العيفة في التصويبة الرأسية الأخيرة، وبلال العيفة بدالي قيادة الأجوار مع المدرب عبد الحق بن شيخة في نوفمبر 2008، وعنده خبرة بمثل اللقاءات رغم الإصابة أنه كان أساسي اليوم ومتابع في غياب هشام بالقروي، وأيضا مع إصابة سيف تقى عبد القادر الوسلاتي وحسين الربيع. والكرة لصالح النادي الأفريقي، برشا عمل للظهيرين من الجانبين في خلق التفوق العددي ومحاولة في عكس الهجوم ما تنجحش من أبدولاي سيسوكو، والتغطية كانت من مهدي الوذر فيه. والكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، الكرة لصالح الترجي. عبد القادر الوسلاتي، لا لا ما يلزمش نراو مثل هذه المشاهد، لا 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 ما يلزمش هذه المشاهد في لقاءات الدربي. الكرة خرجت ولا مجال لمثل هذه المشاهد. يجب تهدئة الخواطر من جانب لاعبي الفريقين. وسام بن يحيى، معاذ بن شريفية، صابر خليفة، عندكم مسؤولية كبيرة باش تهديوا الأعصاب في لقاء دربي ماشي على أحسن ما يرام. زايد مثل هذه معناها التشنجات، هذه التصرفات من الجانبين، وواضح معناها ما انفسدوش العرس الكروي لقاء الأجوار. عبد القادر الوسلاتي والحوار الأخير مع حسين ربيع، وكان أيضا المناوشة بين حسين بن عبد القادر الوسلاتي وكذلك معاذ بن شريفية. نشوفوا الحوار الأخير، الكرة خرجت تجاوزت الخط النهائي، وننتظر في القرارات من الجانبين. واضح بالطبع هاو تسامحوا عبد القادر الوسلاتي والحارس معاذ بن شريفية. أكيد معناها نعرف قيمة الرهان التونسيون بين اللاعبين، هاو الروح الرياضية هكا هكا يلزم يكون لقاء الأجوار. صحيح ثم ربح ثم خسر، لكن إلى حد الآن اللاعبين مركزين على اللعب، ويستأنف اللعب بكرة في مناطق الترجي الرياضي التونسي. يوان توسكار مباشرة، أبدولاي سيسوكو، وعكس الهجوم حسين الربيع، سعد بكير، فخر الدين بن يوسف، 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 وفكالو ياسين المكالي، وتقعد عن سعد بكير بعد ما استرجعها فوسيني كوليبالي وفاروق بن مصطفى. فاروق بن مصطفى يطولها
على صابر خليفة وثم شمس الدين الذويت، شمس الدين الذويتي وحسين الراقد والتماس للأفريق، التماس للأفريق، التماس لياسين الميكاري. النادي الأفريقي من جديد عبر صابر خليفة والجهة اليسرى، ثم فخر الدين بن يوسف، ثم سعد بكير، سعد بكير اللاعب السابق للملعب الجيبسي، فخر الدين بن يوسف يمشي له علاء البسليمي، علاء البسليمي والاندفاع يغطي على الكلوار متاع ياسين الميكاري. علاء البسليمي معروف باندفاعه، يلعب كذلك كظهير علاء البسليمي. قلت غياب سيف تقى كذلك، ودات الفيفا مثلت بتبع منعرج مش ايجابي مع عدم قبول بخفيفا، وبتبع يزم يلعب ويشارك اللاعبين، وكان هشام بالقلبي حاضر امام المنتخب السنغالي. احمد خليل، فوسيني كوليبالي، سعد بكير، عماد المنيوي، وسام بن يحيى، يوان توزكار يطلب الأسبقية، الحكم صابر خليفة، وترجع من دفاع الترجي التونسي، وسام بن يحيى على أرضية الميدان. باش يمشي سعيد الكردي إلى وسام بن يحيى، كان أصيب وسام بن يحيى. قلت 15 دربي تبارك الله، خبرة كبيرة للاعب العقد من تجربة في تركيا. وشوفوا هوني الحوار مع علي المشاني، والموقفش اللعب ويرجع للمخالفة، يرجع للمخالفة وثم انذار ضد علي المشاني. إذن أعطى الأسبقية الحكم سعيد الكردي، ثم ارجع للكرة الأخيرة والتدخل الأخير من جانب علي المشاني أمام متوسط الميدان الدفاعي للنادي الأفريقي. بعد مشى مباشرة إلى علي المشاني وأنظره الكرة لصابر خليفة، وترجع من جانب إيهاب المباركي. وإلى حد الآن سعيد الكردي حتى نفسانيا يعرف قيمة الضغط المسلط على اللاعبين. برشا أنا حوارات وبرشا كلام مع اللاعبين للسير العادي للقاء الأجواء، وأكيد في الاستوديو التحليلي بعد قليل تناول الجوانب التكتيكية وأداء الفريقين واختيارات المدربين ومردود اللاعبين إلى حد الآن في لقاء رقم 121. شمس الدين الذويتي، فخر الدين بن يوسف، طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي أول دربي الراجع للترجي بعد تجربة مع النادي الرياضي الصفاقسي، التوزيع إلى فوسيني كوليبالي، وثم عماد المنيوي. شوفوا الحضور البدني كذلك لعماد المنيوي في التغطية أمام فوسيني كوليبالي، اللي الموسم الفارط كان لعب لقاء الأجوار بين الترجي والنادي الأفريقي، مباراة انتهت بتعادل هدفان مقابل هدفان. حسين الراقد، علاء البسليمي، صابر خليفة، صابر خليفة، والتماس لصالح الأفريق. ياب المباركي في مباراة داخل المباراة مع صابر خليفة. شوفوا صابر خليفة والتدخل الأخير والتماس والكرة لصالح الأفريقي وضد ياب المباركي. هذه المرة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي، 9 نقاط إلى حد الآن الترجي، 3 انتصارات وهزيمة في الجولة الافتتاحية، وبعدها 3 انتصارات الأفريقي، هزيمة في سيدي بوزيد وانتصارين بنتيجة عريضة أمام الملعب التونسي وأمام شبيبة القيروان. وضعية تسلل ضد هجوم الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للقاءات الفريقين، 143 هدف من جانب الترجي و110 للأفريقي. الموسم الفارط تعادل في الذهاب هدفان مقابل هدفان، وهدف مقابل 0 للأفريقي في الإياب. هدف نهاية الشوط الأول عبر عماد المنيوي بعد توغل من أسامة الحدادي، كان الرهان آنذاك المحافظة على حظوظ
خوض آخر جولة لإحراز اللقب، وكان معني كذلك أيضا النجم الساحلي باللقب والتماس، التماس لصالح الإفريقي. شوفوا برشا في تركيز الإفريقي على جهة صابر خليفة، حسين الراقد وإيهاب المباركي، برشا تركيز على الجهة اليسرى، ونشوفنا تواغلات لصابر خليفة. في المقابل كرة في وحيدة في محور دفاع الإفريقي لطه ياسين الخنيسي، وفسخ هدف كما يقال فاروق بن مصطفى. من جديد ياسين المكاري القادم من تجارب مع لوسيرن، مع غراشوبر زوريخ، مع سوشو، أمام متوسط ميدان الترجي والتوزيعة، ومازال الأخضر معاذ بن شريفين، والكرة باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي، وإصابة لحارس الترجي، وإن كان موجود لاعب يحذق التصويبات الرأسية اللي هو وسام بن يحيى. التوزيعة من الجهة اليسرى، وأكيد ثم إعادة بالتوزيعة الأخيرة من ياسين الميكاري، ثم يوان توزكار مع حسين الربيع، ثم عبد القادر الوسلاتي ومعز بن شريفية. معز بن شريفية والهفوة من وسام بن يحيى، وأكيد الروح الرياضية بين زوز لاعبين إكزامبل، معناها أنهم متكونين في جمعيتهم، و أكيد كي نشاهدوا عندهم خبرة كمعز بن شريفية وسام بن يحيى يزيد من رونق لقاء الأجوار بين الفريقين. إذن معز بن شريفية العائد للتشكيلة، وفي التشكيلة الاحتياطية للمدرب كاسبرزاك بالنسبة للدورة الهامة للتأهل الشان أمام المنتخب الليبي وكذلك المغربي. وسام بن يحيى العائد من تجارب خاصة مع مرسن، وكان في عديد المواعيد مع المنتخب الأول، كان مساهم في بطولة 2008 وترجي بوجه مغاير الموسم الفارت مع عديد المنتدبين، مع إطار فني تونسي في أيضا طموحات العودة للتتويجات، والأفريقي الساعي بدوره للمحافظة على لقب البطولة، ويحذر في كأس الأبطال في مارس المقبل وترجي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ثم عديد اللاعبين الممتازين حاليا على أرضية الميدان، شوفوا طه ياسين الخنيسي، وشوفوا عفوا من علاء البسليمي اللي مندفع وشارك منذ سنتين في لقاءات الأجوار، ونذكروا ذهاب 2013-2014 الفوز للأفريقي، و في الإياب كان الفوز للترجي الرياضي التونسي، والأهداف موجودة في السنوات القليلة الماضية. سعد بكير في تنفيذ المخالفة، متوسط ميدان هجومي عنده طميرة حاسمة، لاعب المنتخب الأولمبي. الكرة لصالح النادي الأفريقي، لا لصالح الترجي ورقلي. الإشارة من الحكم المساعد الأول فوزي الجريدي، ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي من تنفيذ. نشوفوا الصعود لصابر خليفة وركنية. صابر خليفة كان صعد وحاول وجهة الكرة الأخيرة، والركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي إلى حد الآن حتى التمركز من جديد، ويوان توسكار وأحمد خليل، والتنبيه من طه ياسين الخنيسي ومهدي الوذرفي، معناها برشا نواحي بسيكولوجية يراعي فيها الحكم محمد سعيد الكردي، يمشي للاعبين اللي يكونوا محل حوارات قوية في منطقة الجزاء. سعد بكير في المحور، و أحمد خليلي بعد الكرة الأخيرة، إيهاب المباركي، سعد بكير مباشرة يخرج عماد المنيوي، أو عماد المنيوي في كرة خاطئة من سعد بكير، والتغطية من حسين الربيع، التغطية من حسين الربيع بعد توزيعة خاطئة من سعد بكير المتألق هنا في رادس في الدور النهائي أمام النجم الرياضي الساحلي، لاعب هام
في تركيبة المنتخب الأولمبي التونسي مخالفة للإفريقي. ثم فرص لكن ننتظر الأهداف، ننتظر التسليم في الملعب الأولمبي برادس. المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي وعلي المشني القادم من النادي الرياضي البنزرتي وقائد المنتخب الأولمبي واللي موجود في تركيبة المنتخب الأول في لقاء الجابون الأخير، وباش يكون حاضر في السنغال في أواخر نوفمبر المقبل. معز بن شريفية، ياسين الميكيري، ياسين الميكيري والمخالفة، المخالفة لفخر الدين بن يوسف. كرة ثابتة للترجي الرياضي التونسي والمخالفة ضد ياسين الميكيري. كرة ثابتة للترجي والكرة لصالح فخر الدين بن يوسف والعفو ضد ياسين الميكيري. كما شفنا إيهاب المباركي وصابر خليفة، شفنا ياسين الميكيري وفخر الدين بن يوسف في الكلوار اليسار في الجهة اليسرى لدفاع النادي الأفريقي. ورأي ما يتبدلش أن الكرة الثابتة ديما حاسمة في لقاءات الأجوار بين الفريقين، وسعد بقير وعلى مستوى القائم الثاني، وستة أمتار للإفريقي، ستة أمتار للإفريقي رغم صعود علي المشاني. شفنا منذ قليل التوزيعات من جانب الإفريقي من الجهة اليسرى، طه ياسين الخنيسي على مستوى القائم الأول، ما فماش تغيير لوجهة الكرة على مستوى القائم الثاني. و دقيقة ونص لنهاية الوقت القانوني للشوط الأول، التعادل صفر مقابل صفر، رغم أن السق الموجود والرغبة الموجودة من الجانبين وبلال العيفة في وضعية دفاعية ممتازة في التغطية، وحسين الربيع أمام عماد المنيوي اكتسب خبرة الدربي. عماد المنيوي ننتظر في رجوع الكرة بعد التماسي تحصل عليها الإفريقي، المحاولة في التوزيع وعبد القادر الوسلتي، من جديد المحاولات في مناطق الترجي الرياضي التونسي، ومهدي الوذرفي يطالب بركنية وستة أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. إعادة من جديد للكرة الأخيرة والحوار بين الوذرفي وكوليبالي، وإشارة من المساعد أنه ستة أمتار، واضح ستة أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي المسجل لستة أهداف وقبل أربعة. والإفريقي نتائج عريضة على ميدانه أمام الملعب التونسي في الجو الافتتاحية، وكذلك أمام شبيبة القيروان، وفي انتظارك المتأخر في ديسمبر المقبل أمام النجم الرياضي الساحلي فخر الدين بن يوسف، ثم حسين الراقد. دقيقتين وقت بديل بالنسبة للفترة الأولى، عبد القادر الوسادي طول على يوان توزقال، ثم من جديد المحاولة من أحمد خليل، وثم ياسين الميكيري، ياسين الميكيري والكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، الكرة لصالح الترجي في الحوار الأخير مع الشمس الدين الذوادي. نشوفوا إيهاب المباركي، إيهاب المباركي و ستة أمتار لصالح الترجي. ياسين الميكيري، ياسين الميكيري آخر لاعب لمست فيه الكرة هو ياسين الميكيري بعد المحاولة الدفاعية من جانب إيهاب المباركي. الحكم كان في موقع سليم وأمر بستة أمتار للترجي، آخر لاعب لمست الكرة هو ياسين الميكيري. فخر الدين بن يوسف، حسين الراقد، سعد بقير، مخالفة للترجي الرياضي التونسي من أحمد خليل. أحمد خليل عمل كبير ووضح الهفوة ويكتسب خبرة اللقاءات في الرابطة المحترفة الأولى. أحمد خليل لاعب السابق لشبيبة القيروان، مهدي الوذرفي، سعد بقير، فوسيني كوليبالي، فوسيني كوليبالي، عبد الله سيسوكو،
يرجع إلى حسيني كوليبالي، حسين الرجل نعيش الوقت البديل للشوط الأول. فخر الدين بن يوسف يفتك الكرة، صابر خليفة، صابر خليفة، صابر خليفة، صابر خليفة والعفو، صابر خليفة والعفو والأنذار، الأنذار واضح، الأنذار ضد فخر الدين بن يوسف بعد التدخل الأخير. وعلى هذا الأنذار ينتهي الشوط الأول، ونشوفوا العفو المرتكبة من جانب فخر الدين بن يوسف لتعطيل صابر خليفة ومنعه من التدرج. صفر مقابل صفر، برشا استنتاجات في الشوط الأول، برشا معطيات في الاستوديو التحليلي مع محمد علي بوزقرو. مشاهدينا الكرام، أحب الرياضة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم عودة إلى هذا الأستوديو التحليلي على النجمة 1920 جيز، وإلا امشي لآخر بوتيك أريدو. سيا موبيل باي أريدو لفريقي عقلية. مشاهدينا الكرام، أحب الرياضة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم عودة إلى هذا الأستوديو التحليلي الخاص مع درب النادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي ونهاية الشوط. سيا موبيل باي أريد لفريقي عقلية. مشاهدينا الكرام، أحب الرياضة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم عودة إلى هذا الأستوديو التحليلي الخاص بدرب العاصمة، درب النادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي ونهاية الشوط. التعادل السلبي صفر مقابل صفر. سي محمود، نبدأ معاك. شوط أول صراحة كان مستواه فقط متوسط، إذا كان مش أقل من المتوسط. إذا كان نشوفوه من أي مجال، أنا هو المجال، إذا كان من الناحية البدنية والاندفاع البدني، أظن اللي هو شوط أول معناتها يرتقي إلى معناتها درجات متقدمة في التصنيف. تبقى نقول اللي هو في المجال هذا، في المجال هذا هو بدون منازع شوط النادي الافريقي. شوط النادي الافريقي علاش؟ على خاطر الشوط الكل اتسم باللعب الطويل من جهتين. الترجي الرياضي التونسي حاول يتخلص في المنطقه نتاعو بالكره الطويله الخارج، يخرج فيها للمناطق نتاع النادي الافريقي، لكن قاعد النادي الافريقي هو اللي يستقبل فيها. وشفنا قديش قامت طول القامه نتاع احمد خليل، نتاع العيفه، نتاع البوسليمي، هما اللي قاعدين يرجعوا بالكوره الطويله وقاعدين يعاودوا ياخذوا فيها ويحاولوا باش يخدموا الهجمه المركزه. الحاجه الثانيه اللي الترجي الرياضي التونسي كيحاول باش يخرج الكوره من المنطقه نتاعو، يحاول يخرج في الكوره من المنطقه نتاعو، يحاول ماهوشي بعقليه نتاع هذاك هو الحل اللي رقيته. بالكونترير النادي الافريقي لا، هذاك هو اختيار عامله، اختيار وقت اللي راهو في دفاع النادي الافريقي الكرات ثنائيات قاعد يربح فيها النادي الافريقي، وفي الدفاع نتاع الترجي الرياضي التونسي الثنائيات قاعد يربح فيها توسكار وقاعد يربح فيها صابر خليفه. على هيك ولينا شفنا اللي الفرص اللي قلنا ما نقولوش السانحه للتسجيل، رغم اللي كانت فرصة للترجي الرياضي التونسي في هيك أول فرصة خدم فيها الترجي الرياضي التونسي، اللي خرج بها الكرة اللي لعب عمل لوتا. هجمة مركزة ولعب في الظهر، خرج الخنيسي وخرج راس الجول، وفاروق بن مصطفى تألق كبير ما مشاش للالتحام. لكن النادي الإفريقي بالعكس قاعد يقبل في الكرات الطويلة، لكن قاعد يستغل فيهم خاطر يخدم على الكرة الثانية. ولهيك تلقى وسام يحيى قريب، احمد خليل قريب، المنياوي قريب، ولهيك خلط النادي الافريقي باش يكون هو اكثر في المنطقه نتاع الترجي الرياضي التونسي وخلق اكثر فرص. وشفنا التوغل الاول والثاني نتاع صابر خليفه، وشفنا معناتها واللعب الكل انحصر في وسط الميدان وما بين الثنائيه اللي ما بين ايهاب المباركي وصابر خليفه اكثر من اللي المنياوي والربيع. انيس، كما حكينا في اول الاستوديو، كل فريق باش يحاول يكسب معركة وسط الميدان، هذا اللي شفناه، برشا ثنائيات في وسط الميدان ولعبة كأنها ميل على شيرة واحدة. النادي الإفريقي يلعب على جهة صابر خليفة وياسين مكيري، بالنسبة للترجي الرياضي التونسي الجهة اللي فيها إيهاب المباركي وفخر الدين بن يوسف، يعني الشيرة اليمين على النادي الإفريقي والشيرة اللي صار في الترجي التونسي ما خدموش كما يلزم. صحيح محمد علي، كما قلت يعني اللعبة براتيكمون محصورة في وسط الميدان، شفنا برشا ثنائيات، هذاك علاش نقولوا انه فنيا المباراة كانت متوسطة جدا، لانه كان ثمان دفاع كبير في وسط الميدان، وكل فريق حاب يكسب المنطقة هذه المهمة.
هجوميا واللي اثر كيف كيف على علاش ما شفناش مباراه هجوميه، لانه في الترجي براتيكمون لاتاكون سيسوكو ما شفتوش كمهاجم، براتيكمون يلعب بحذا حسين الربيع، يعني يغطي اكثر من يكون موجود في منطقه النادي الافريقي، دور دفاعي اكثر من دور دفاعي. نورمالمون المدرب اعطاه دي كونسيني ولعبوا في الـ 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 في البلاصه هذيك، بتاتر باش يكون ان كاتريم دومي مع الراقد ومع سيسوكو مع سعد بقير، هذاك علاش ما شفناش هجوميا في النادي الافريقي. يعني فما اكثر توازن، يعني شفنا صابر خليفه متالق في الشوط الاول، وكان اختار براتيكمون كل من ساقيه، كيف كيف المعظم تاع الميكيري، الوسلاتي اقل والمنياوي كانوا اقل على الجهه اليوم، مي حاولوا ترجي شفنا فرصه برك في الشوط الاول، لانه ممكن انا نشوف انه زوز حوايج، الحاجه الاولى انه النادي الافريقي ضغط عليهم وجبرهم يلعبوا الكرات الطويله، وهذا الجو اللي ما يحبوش الترجي. شفنا اول فرصه كانت من تريونغيلاسيون بين ثلاثه ملاعبيه اللي بداوا يتخلق الاوتوماتيزم بيناتهم، بن يوسف سعد بقير وفخر الدين بن يوسف. والنقطه الثانيه نتصور انه الترجي ما هاجمش برشا، استنى برشا النادي الافريقي وهجوماته كانت مايلة أكثر على الجهة اليمين. به نمشيو للشوط الثاني توا سي محمود، شنو باش يتغير في كل فريق؟ إذا كان يحب يربح النادي الأفريقي شنو يلزم يعمل؟ إذا كان الترجي يحب يربح شنو يلزم يعمل؟ وتكتيكيا حسب رأيك شنو التغييرات اللي باش يقوم بهم كل مدرب؟ صحيح، احنا شفنا خاصة في النص ساعة الأولى نتاع الشوط الأول اللي ماريناش هجمة مركزة ولعب في وسط الميدان وخروج بالكرة خروج نظيف ومركز ومدروس باش تخلط المنطقة الثانية نتاع المنافس. النادي الافريقي وقلناها احنا قبل بدايه المقابله، قلنا اللي اللعب الطويل والكره الثانيه هي اللي باش تكون الفارق ما بين الزوز فرق. النادي الافريقي نجح اكثر، اذا كان النادي الافريقي باش يواصل الترجي الرياضي التونسي يلزمه باش يحاول يكسب الكره اكثر، يستحفظ اكثر على الكره في وسط الميدان، خطر الضغط العالي نتاع في كل الاماكن في كل مكان في الـ في الـ في, الـ في الملعب هو عن طريق من لاعبين النادي الافريقي، ما خليش الترجي الرياضي التونسي يلكسبلوز في وسط الميدان. اذا كان باش يقعد الترجي الرياضي التونسي يلسيبي سجو راهو الخطر باش يقعد من ناحيه النادي الافريقي. ما اذا كان النادي الافريقي زاد ربما لو كان ينوع توا اللعب نتاعو من الرواق الايسر للرواق الايمن، وخاطر ما شفناش الربيع طلع، لكن شفنا الوسلات يطلع برشا، الميكاري يطلع برشا، ايهاب قعد راهو فيه يخدم ربما كمدافع ضد صابر خليفة أكثر من اللي هو يعاضد في الهجمة. دونك هذه هي النقاط اللي ربما تكون الحل بالنسبة للفرق النادي الأفريقي ولا الترجي. أنيس في 30 ثانية تشوف شيء في الاحتياطيين في كل فريق، ملاعب ينجم يدخل يعطي إضافة في فريقه؟ في الترجي نتصور أنه سيسوكو مش يخرجوا بين الشوطين، لأنه نتصور أنه رجيبي هو أقرب أنه بش يعوضه، لأنه الترجي لازم ياخذ اكثر ريسك ويلزم يتاكي. بالنسبه للنادي الافريقي ما نتصورش في بدايه بين الشوطين اوفيرا ميزير، نتصور انه ماليك توري اقرب انه يكون مكان المنياوي. علاش؟ لانه المنياوي اليوم مش في نهار كبير، صحيح كل كره اخذها كان مرحبا بكم مشاهدينا الكرام عودة مرة أخرى للاستوديو التحليلي. بما أنه لاعبي الفريقين ما زالوا ما نزلوش لأرضية الميدان، نستغلوا بعض الثواني لمزيد الحديث خاصة عن الشوط الثاني قبل ما نتحول مع زميلي عبد الرحمن ونجي معك مباشرة. سي محمود، حكيت مع أنيس على التغييرات اللي يستناها في الشوط الثاني، حسب رأيك أنت هل يستحق الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي لتغييرات، وش كل اللاعبين نجموا يدخلوا ويخرجوا في الشوط الثاني؟ هو الترجي الرياضي التونسي خسر منطقة وسط الميدان خاصة في نهائيات في الرواق. سيسوكو تكلم انيس وهذاك سيفري، الثقل نتاع سيسوكو ما صار حتى ولا فرصه على عبد القادر الوسلاتي. تبقى بالنسبه للنادي الافريقي على رؤيه الشوط الاول هو اللي لعب اكثر في منطقه الترجي الرياضي التونسي، شنو اللي باش تنقصه تويك النادي؟ اذا كان النادي الافريقي ربما ما يعملش تغيير في بدايه الشوط الثاني، لكن اذا كان باش تقعد المساق نتاع النادي الافريقي ما يبدلش بكري، تبقى ربما اللمسه الفنيه نتاع لاعب قريب لمنطقه
للمنطقة نتاع الترجي الرياضي التونسي والدفاع المكثف اللي عامله الترجي الرياضي التونسي في المنطقة نتاعو في 30 متر الأخيرة نتاعو هو ربما ينقص النادي الإفريقي في وسط الميدان اللاعب نتاع وسط الميدان اللي قادر الاختراق وقادر باللمسة الفنية نتاعو وشكون باش نشوفوا احنا موجودين على ذاك سامحني مراد الهفلي ربما ينجم يشوف الوحدة سامحني سي محمود باش نقاطعك قاعدة تشوف في الصور اللي قاعدة تجي من المدارج احكينا طلبنا برشا انه الديربي يرجع يتلعب 60 الف متفرج كي نشوفوا صور كيما هكايا تخلينا نعاود نخمو 100 مره قبل ما نطلبوا طلب كيما هذا نشوفوا صور صراحه ما نتمنوش نشوفوها في ملعبنا ديما نقولوا ما نتمنوش وقاعدين في كل مباراه يكون فيها عدد كبير من الجماهير نشوفوا لقطات كيما هكا والاخطر هنا انه اللقطات هذه تجينا من جمهور فريق واحد والله يا سي دوماش انا توا نشوف شوط كامل ولباس وجمهور كان معناتها منضبط ويتفاعل قاعد مع الشوط الاول تبقى تويكا مانيش فاهم شنو خاصه من نفس العائله فهمني مانيش فاهم وهذا هو اللي قاعد يمزق ربما شويه في الجماهير نتاع الفرق انيس بربي ان شاء الله تكون عابره معناتها امور عابره وماشي شوف تبارك الله تعدى شوط اول يعمل الكيف أرضية ميدان ممتازة مباراة عشان شفت أحلى برشا مباراة تلعب في وقت متأخر هكا من أنه تكون في القاعدة الأجواء الكل ملائمة باش نعيشوا مباراة كروية نظيفة تجي لقطات كما هذية من جمهور تفزد كل شيء يظهلي خاصة أنه جمهور النادي الإفريقي توا أسابيع يخدم باش يحضر دخلة وتتكلف بالملايين يشوفوا صور كما هكاية يتيح كل شيء في المانيس صحيح محمد علي ظهلي متمنيناش نشوفوا الصور هذية الدربي حد الآن تعدى كما يلزم شفنا دخلة ممتازة شفنا جمهور مشجع في فريقه كما يلزم بعد شنو اللي صار وعلاش شنو السبب كما قال سي محمود يعني نفس الجماهير مانيش عارف شنو اللي صار شنو السبب الرئيسي نتمنوا انه ما عادش نشوفوا الصور هذه لانه مباراة كما اليوم منقولة في عديد الفضائيات حتى خارج شاد فينا عالم كم يعني نحبوا نصدروا صورة طيبة لكرة قدم التونسية نحبوا نصدروا انه يعني احنا الحمد لله تعدينا الاوقات الصعبه في كره القدم وتو نجموا نلعبوا تيران معبي يعني بالجماهير ايش مش نقول كل مره نفس ديما خساره قعدنا ديما نعاودوا في نفس الكلام ولقطات هذيا قاعده كل مره تتعاود شوف حتى يظهر لي تم اقتلاع الكراسي سي محمود يعني ملعب كيما هكا في رادس ملعب ممتاز كل اسبوع تقعدوا على الكراسي كل اسبوع نرجعوهم هذيا حاجات ما تليقش برياضتنا خاصة انه اصلاحهم من المال العام خاصة اللي احنا كمتابعين كفنيين كادارات في الجمعيات الكل تنادي باش الجمهور يرجع وباش بقى هذا ان شاء الله تكون حاجة عابرة بالنسبة ونشوفوا زاد الامن كيف قاعد يحاول باش يتعاطى مع الامور هذية ان شاء الله ما فما كان الخير ان شاء الله ما فما كان الخير تحية لرجال الامن اللي قاعدين يحاولوا يتلفوا المشاكل هذية ويظهلي وقع تلاف المشاكل هذية شكرا لك مرة اخرى سي محمود شكرا لك انيس نمشي مباشرة مع زميلي عبد الرحمن العشري موصل التعليق عن هذا الشوط الثاني تفضل عبد الرحمن لك الكلمة بالتوفيق شكرا محمد علي بعد قليل سينطلق الشوط الثاني من لقاء الأجوار بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي شفنا برشا كرة برشا فرص بالنسبة للشوط الأول وننتظر التسييم ونشوفه في أدمر جيبي من جانب الترجي الرياضي التونسي بالشيخ ومكانه مع انطلاق الفترة الثانية من لقاء الأجوار بين الإفريقي والترجي الرياضي التونسي إذن نذكر بتشكيلة النادي الإفريقي وفي الأثناء نشاهدوا في التغيير في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي قلت أدمر جيبي ياخو مكانه في التركيبة الأساسية واللي غادر الميدان هو عبدولاي سيسوكو إذن النادي الإفريقي في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى بلال العيفة علاء الدين البسليمي ياسين الميكاري عبد القادر الوسلاتي أحمد خليل مهدي الوذرفي ويسام بن يحيى صابر خليفة عماد المنياوي ويوان توزكار الترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية إيهاب المباركي حسين الربيع علي المشاني
شمس الدين الزوادي، حسين الريقد، حسيني كوليبالي، عبد الله سيسوكو غادر الميدان وخذ مكانه ادم الرجيبي، سعد بقير، فخر الدين بن يوسف، وطه ياسين الخنيسي. الحكم الرئيسي هو الدولي محمد سعيد الكردي، المساعد فوزي جريدي، والمساعد الثاني ايمن اسماعيل، الحكم الرابع مراد بن حمزه، ويراقب هذه المباراه الحكم الدولي السابق عواز الترابلسي. تنطلق الفترة الثانية وتغيير تكتيكي يقوم به المدرب عمار الصويح. ما شفناش برشا عبد الله سيسوكو في الشوط الأول من الجهة اليسرى لهجوم الترجي الرياضي التونسي، وحصل تغيير في فترة ما بين الشوطين، واللاعب السابق للنادي البنزرتي اللاعب المنتمي للمنتخب الأولمبي ياخذ مكانه من الجهة اليسرى. إن شاء الله نشاهد نفس النسق، نفس المستوى، نفس الأداء من الجانبين في هذه الفترة الثانية وقمة مبكرة منذ الجولة الخامسة في لقاء دربي العاصمة، الدربي العاصمي رقم 121 ورقم 40 في الرابطة المحترفة الأولى قبل انطلاق المباراة، معناها اليوم رقم 41، 46 انتصار للترجي الرياضي، 28 انتصار للنادي الأفريقي، و46 تعادل. الحصيلة في لقاء الأجوار، الكرة مباشرة لصالح فاروق بن مصطفى. في الشوط الأول كان حوار الحراس، التألق من جهة فاروق بن مصطفى وكذلك معز بن شريفية، ونضم صوتي اللي تقال في الاستوديو حول طريقة والكمبورتمون متاع الجمهور، وبالطبع ما يشجعش باش مرة أخرى نراو 60,000 متفرج في الملعب الأولمبي برادس. وفرصة أولى في الشوط الثاني للترجي الرياضي التونسي، كرة خطيرة للترجي الرياضي التونسي مع انطلاق الشوط الثاني، وطه ياسين الخنيسي وكرة خطيرة، وسعد بكير وكرة ذهبية، وقريبة جدا من القائم الكرة الأخيرة لطه ياسين الخنيسي في الجهة اللي مشى لها الحارس فاروق بن مصطفى. وضعية سانحة للترجي في الدقائق الأولى للشوط الثاني، ونفس الوضعية متاع طه ياسين الخنيسي بعد تمهيد في الشوط الأول ايضا من سعد بكير. وهذه المره القائم ربما يبعد وايضا يمنع فاروق بن مصطفى من الهدف الاول لصالح الترجي الرياضي التونسي. اذا نفس النسق، نفس الغايه، نفس المسعى من الجانبين الافريقي والترجي الرياضي التونسي. شفنا الكره الاخيره والهفوة لصالح الترجي وضد النادي الأفريقي، ولصالح آدم الرجيبي بنفس الطريقة. ترجي يلقى الثغرة في مناطق الأفريقي من تمهيد من سعد بكير، وكرة أخرى في اتجاه طه ياسين الخنيسي، هذه المرة الارتكاز على فخر الدين بن يوسف. مهدي الوذرفي الى صابر خليفة ويخلي الكرة لياسين الميكاري، ياسين الميكاري امام ايهاب المباركي، والحارس معز بن شريفية، معز بن شريفية يبعد الكرة امام يوان توزكار. ادم الرجيبي، سعد بكير، فسيني كوليبالي، حسين الراقد، تبقى الكرة للترجي في وسط الميدان. الاجابة للافريقي من خلال توزيعة من الجهة اليسرى من ياسين الميكاري، والخروج لمعز بن شريفية أمام يوان توسكار. حسين الراقد والمخالفة، المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي وضد أحمد خليل متوسط ميدان الأفريقي. علي المشاني، آدم الرجيبي، حسين الراقد، والكرة لصالح الأفريقي. بالطبع شل كل الأجواء ترجع طبيعية في مدارج النادي الأفريقي
وبالطبع نتمناه في قادم المواعيد أنه يكتمل النصاب على مستوى الجماهير ونوليو نرجع ونحضر على دربي في 60,000 متفرج أحباء الأفريقي وأحباء الترجي الرياضي التونسي. فوسيني كوليبالي، آدم الرجيبي، طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي، والتدخل من علاء البوسليمي، التدخل من علاء البوسليمي والهفوة من مدافع النادي الأفريقي. نشوفوا التواقل الأخير من طه ياسين الخنيسي اللي حاول باش يرجع الكرة، وكان أيضا الالتحام مع طه ياسين الخنيسي والكرة بعدت على مدافع الأفريقي، والإنذار ضد علاء البوسليمي، الإنذار ضد علاء البوسليمي والمخالفة للترجي الرياضي التونسي. وطه ياسين الخنيسي كان في اتجاه مناطق الجزاء والحكم يمنح ورقة صفراء وينظر على البوسليمي بعد التدخل الأخير على طه ياسين الخنيسي لسبق الكرة. نتابع آدم الرجيبي وسعد بكير وكرة ثابتة لفريق باب سويقة، بداية الشوط الثاني لصالح الترجي من خلال فرصة لطه ياسين الخنيسي، وحاليا مخالفة يتحصل عليها، مخالفة يتحصل عليها الترجي من هفوة من علاء البوسليمي، وننتظر التنفيذ. وسعد بكير وترتطم الكرة بالعارضة، وفرصة كبيرة للترجي الرياضي التونسي، فرصة عبر كرة ثابتة والمحاولة من سعد بكير، والترجي الرياضي التونسي من جديد فرصة كبيرة لأحداث الفارق. إذن كرة ثابتة وكرة على العارضة للترجي الرياضي التونسي، أكيد ثم إعادة للمخالفة المنفذة من سعد بكير وارتطام الكرة بالعارضة. أبرز فرصة للتسجيل، نشوفوا الرجل اليسرى لسعد بكير والزاوية كانت صعبة على فاروق بن مصطفى، والكرة على العارضة، والترجي يفوت فرصة كبيرة لأحداث الفارق في الثمانية دقائق الأولى للشوط الثاني. إذن الكرة الثابتة كما ذكرت تعتبر حاسمة في مثل هذه اللقاءات، وسعد بكير من خلال الكرة بداخل الرجل اليسرى كاد يغالط فاروق بن مصطفى اللي كانت الكرة في زاوية صعبة عليه، والترجي لم يستغل هذه الوضعية، وبعد شوط أول فيه فرص خاصة مع توغلات صابر خليفة من الجهة اليسرى، تألق معز بن شريفية، فرصة واضحة للترجي عبر طه ياسين الخنيسي وتألق لفاروق بن مصطفى. الشوط الثاني كرة أولى لطه ياسين الخنيسي وكرة ثانية على العارضة من جديد الإعادة لسعد بكير. إذن نفس النسق، نفس الرغبة في التسجيل، نفس الموتيفاسيون. نذكر كذلك بالتوزيعة من الجهة اليسرى من ياسين المكاري، ويبعد الكرة معز بن شريفية أمام يوان توسكار، عبد القادر الوسلاتي للنادي الأفريقي، يوان توسكار، أحمد خليل، أحمد خليل في وسط الميدان، المساندة من عبد القادر الوسلاتي، التوزيعة في محور دفاع الترجي ويوان توسكار والتماثل الترجي الرياضي توس. الكرة باش ترجع لصالح الترجي من خلال التماس بعد توزعة كانت بعيدة على قلب الهجوم القادم من لانس الفرنسي يوان توسكار الباحث على أول هدف في سجله في الرابطة المحترفة الأولى، واللي كان سجل مع المنتخب التونسي في هذا الملعب في جوان الماضي في تصفيات
كأس أفريقيا 2017. آدم الرجيبي والحارس فاروق بن مصطفى تلعب كرة آخر في ظهر الدفاع الأفريقي من طه ياسين الخنيسي، عبد القادر الوسطي، عماد المنياوي فوسيني كوليبالي، وثم هفوة ضد الترجي الرياضي التونسي وضد فوسيني كوليبالي. شوفوا الكرة لمست في يد فوسيني كوليبالي، المخالفة لصالح عبد القادر الوسلاتي. نجاح الافريقي في رادس هذا الموسم، والى حد الان سجل الافريقي بالنسبة للهجوم 9 اهداف وقبل هدفين. مخالفة لوسام بن يحيى من الجهة اليسرى لدفاع الترجي الرياضي التونسي، يحاول الإجابة الأفريقي على الهجمات اللي قام بها الترجي، والكرة الثابتة اللي كان سعد بكير كانت التوزيع، والكرة من محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. الصابر خليفة ثم علي المشاني والمحاولة، والحارس معز بن شريفية أمام عماد المنياوي. إذن إعادة من جديد للكرة الأخيرة من جانب عماد المنياوي والحارس معز بن شريفية. الكرة الثابتة كانت من تنفيذ وسام بن يحيى. في الأثناء وضعية تسلل معلنة على يوان توزغار. الإجابة عبر الكرة الثابتة من جانب الأفريقي من محاولة من وسام بن يحيى، كرة راجعة من محور دفاع الترجي والتصويبة لعماد المنياوي والحارس معز بن شريفي. فخر الدين بن يوسف للترجي الرياضي التونسي أمامه ياسين الميكيري، والمساندة كذلك من صابر خليفة. المساندة من لاعب اللي متألق من الجهة اليسرى لهجوم الأفريقي اللي هو صابر خليفة. إيهاب المباركي، يرجع المعز بن شريفي. مباشرة من بلال العيفة. إذن هذه المرة وضعية ومخالفة للأفريقي في مناطقه، وتركيز على جهة فخر الدين بن يوسف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ثم الحل لم يكن ناجح مع المساندة من صابر خليفة لياسين الميكيري، يلعب على الكرة الطويلة. الأفريقي شفنا الكرة في اتجاه يوان توزغار، حاليا كرة أخرى لصابر خليفة. في الأثناء كرة ثابتة على العارضة للترجي، وكرة في العمق لطه ياسين الخنيسي، ورغم وجود فاروق بن مصطفى في المكان المناسب كرة ثانية حالة تسجيل. محاولة وحيدة من الجهة اليسرى لهجوم الأفريقي، ومعز بن شريفية يبعد الكرة أمام يوان توزغار. يقوم بمباراة ممتازة إلى حد الآن بلال العيفة أمام طه ياسين الخنيسي، أمام سعد بكير، وواضح أنه لقاءة الأجوار فيها برشا فرص، وبالطبع التسجيل فقط هو اللي يكون حاسم في مثل هذه المباريات. وصنعت الدربي وسام بن يحيى، عماد المنياوي القائم. فرصة كبيرة للأفريقي، فرصة كبيرة للأفريقي. الكرة ما حبش تدخل بالنسبة للنادي الأفريقي. وضعية سانحة للتسجيل، ونشوفوا وسام بن يحيى، معز بن شريفية، عماد المنياوي القائم. ثم من جديد الكرة فوق المرمى، والإجابة من جانب النادي الأفريقي على كرة سعد بقير، ولم يتمكن عماد المنياوي من تسجيل ثاني أهدافه في لقاءات الأجوار بعد كرة أولى خطيرة لوسام بن يحيى ما تمكنش من التحكم فيها معز بن شريفي. الحوارات إلى حد الآن والإجابة من فريق باب جديد بفرصة خطيرة، بفرصة ضمب باهتزاز الشباك
من الجهة المقابلة ومباراة. شوفوا التدخل الأخير من فوسيني كوليبالي. قلت مباراة الفرص إلى حد الآن دون التسييم. والشوط الثاني على نفس النسق، على نفس الرغبة في التسجيل. أول دربي بالنسبة لعمار سويح. الإعادة من جديد، يرجع الكرة معاز بن شريفية أمام عماد المنيوي. كرة على القائم، ثم فرصة أخرى بالنسبة لزملاء وسام بن يحيى لأحداث الفارق والإصابة لأحمد خليل أو لاعب قديم في الدربي اللي هو وسام بن يحيى. يعرف قيمة الكرات القوية من خارج مناطق الجزاء، عنده خصال في التسويب، خصال في التسديد من خارج مناطق الجزاء. وشلا لباس لأحمد خليل في أول دربي، في أول مباراة كبيرة في مشواره الكروي. علاء البوسليمي، التماس للإفريقي باش يرجع شلا لباس. اللاعب الساعد، الموهبة الساعدة أحمد خليل من جانب النادي الإفريقي. واضح البحث على ثالث انتصال للإفريقي والرابع من جانب الترجي الرياضي التونسي لتجاوز مخالفة الهزيمة أمام المستقبل الرياضي بالمرسى، بانتصار من فريق نجم المتلوي، انتصار في بنجردن، وانتصار من فريق نادي حمام الأنف مقابل انتصارات عريضة للإفريقي هنا في رادس. مهدي الودرفي والمحاولة وفوق المرمى. خصال أخرى من جانب الإفريقي والتصويبات من خارج مناطق الجزاء. من جديد متوسط الميدان للإفريقي. أيضا لاعب سعد يمنح الثقة المدرب الفرنسي دانييل شانسيز. من كرة أخرى لمهدي الودرفي، هام جدا لكرة القدم التونسية. بروز لاعبين كما سعد بقير في الترجي الرياضي التونسي، مهدي الودرفي، أحمد خليل، يكتسبوا خبرة الدربيات، رهانات الدربيات. وسام بن يحيى من فوسيني كوليبالي، أحمد خليل، ياسين الميكاري، يوان دوزغار، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى من فوسيني كوليبالي، مهدي الودرفي، والتغطية من آدم الرجيبي، حسين الراقد، سعد بقير، آدم الرجيبي. يتبع فيه مهدي الودرفي، يعرفوا بعضهم جيدا في المنتخب الأولمبي. عبد القادر الوسلاتي، عبد القادر الوسلاتي، عبد القادر الوسلاتي، لعب خاصة في الفريق الثاني لأتلتيكو مدريد وأيضا نومانسيا في الدرجات السفلى الإسبانية. علاء البوسليمي يرتفع عن النسق من جديد في الدربي، وعدم التحكم في الكرة من ياسين الميكاري. فخر الدين بن يوسف، يهب المباركي، شمس الدين الذوادي، خمسة دربيات وهدف في سجل المدافع المحوري للترجي الرياضي التونسي. تغييرات قام بها المدرب عمار السويح بعد الهزيمة الأولى. علاء البوسليمي والحوار مع طه ياسين الخنيسي اللي كان سجل في هذا الملعب نذكر مع النادي الرياضي الصفاقسي في نهائي كأس الكاف، وأنا ذاك ساهم مع فخر الدين بن يوسف الموجود على الميدان في كأس الكاف 2013 للنادي الرياضي الصفاقسي. وطبعا الاحتراف طه ياسين الخنيسي كان لاعب الترجي، يمشي للنادي الصفاقسي ويرجع للترجي الرياضي التونسي، وحاليا هو الهداف للفريق بثلاثة أهداف. أكيد الأزيج، وبالطبع يرجع الجمهور إلى تشجيعاته وراه في بالطبع جمهور من جانب واحد. قلت إن شاء الله في قادم المواعيد يكتمل النصاب باش تكتمل الفرجة وتكتمل الفرحة في الكلاسيكو كما نشوفه في كل أنحاء العالم. جماهير الفريقين إن شاء الله في قادم المواعيد.
باعتبار أنه الكلاسيكو في تونس خاص جدا مع استعدادات الجماهير، مع التربص كذلك حتى للجماهير، مع ستريس اللي أيضا، وكذلك الرهان اللي يكون في العائلات هنا في العاصمة وفي داخل الجمهورية بالنسبة لأحباء الترجي وأحباء النادي الإفريقي لأهداء تونس ألقاب عربية ألقاب إفريقية والقسم المشترك كأس الأبطال للفريقين بالنسخة الجديدة والنسخة القديمة. إذن الورقة الحمراء لياسين المكاري اللي عنده إنذار في الشوط الأول، الانذار الثاني والاقصاء للظهير الايسر للنادي الافريقي، شفناه في الشوط الاول حصل على الانذار. شوفوا ياسين المكيري واضح لمسه اليد بعد العمليه الفنيه من جانب كراوش او فخر الدين بن يوسف، انذر في الشوط الاول، انذار الثاني في الشوط الثاني، واجمع زوز انذارات واقصي ياسين الميكاري معطى ربما ينجم يكون عنده تأثير على اختيارات المدرب سانشيز بالنسبة لطريقة اللعب، خاصة أن ياسين الميكاري لاعب هام من الجانب الهجومي معناها للنادي الأفريقي على مستوى أيضا خلق التفوق العددي من الجهة اليسرى لهجوم الأفريقي. قلت أنذر في الشوط الأول ولمسة يد مع المحاولة الفنية من فخر الدين بن يوسف والإنذار الثاني والأقصى. إذن التمعس لصالح النادي الأفريقي، نشوفه باش ترجع الكرة، وشفنا الوضعية الدفاعية لصابر خليفة ويغطي على الجهة اليسرى وخروج ياسين المكيري، هاو الإجابة الفورية من المدرب دانييل شانسيز. نادر الغندري ياخو مكانه وعماد المنياوي يغادر الميدان. قلت واضح معناها ثم تغيير من جانب المدرب شانسيز للعودة إلى التوازن الدفاعي، ونادر الغندري يفك الكرة لعب المنتخب الأولمبي أيضا يعاون الدفاع وطول قامته، وهو إعادة للفرصة متاع عماد المنياوي لتسجيل ثاني أهدافه في لقاءات الدربي في حوارات الترجي والإفريقي. ندل الغندري ينجم يلعب قريب من الدفاع وكذلك هو متوسط ميدان ويساعد في الكرات العالية، في اقتناص الكرات العالية وكذلك في التغطية الدفاعية، وبطبع ينقص الأفريقي لاعبين ساهموا في بطولة الموسم الفارط التيجاني بالعيد، وستيفان حسين ناطر، أسامة الحدادي وكذلك حمزة العقربي، أسماء هامة في تركيبة شانسيز الموسم الماضي. فوسيني كوليبالي يرتكب الهفوة أمام يوان توزغار، لاعب اللي يتألق في أميان ثم مشى إلى فريق لانس، ورغم المجهودات الموسم الفارط لم يتمكن من ضمان التواجد في البطولة المحترفة الأولى الفرنسية، ولم يكتب له أن يعزز في المنتخب التونسي في الكان. تبقى الكرة للترجي الرياضي التونسي، فخر الدين بن يوسف، فوسيني كوليبالي يرجع إلى شمس الدين الذوادي، حسين الراقد، الضغط من مهدي الوذر فيه والمحاولة في إخراج الكرة من حسين الراقد من جديد، فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف، هاو البريس متقدم من جانب النادي الافريقي، علي المشاني، حسين الربيع واحمد خليل والتماس. في كرة القدم العصرية النقص العددي لا يعني انه الفريق باش يتاثر، والحنكة التكتيكية والنجاة هي اللي تحسم لقاءات الدربي والصنعة، واستغلال الفرص والوضعيات هي الفيصل في لقاءات الأجوار بين الترجي والأفريقي. وفخر الدين بن يوسف، ومن جديد نشوف العمل الدفاعي والمجهود البدني من صابر خليفة، ف
في التغطية على الجهة اليسرى دفاعا وهجوما. رجع من أولمبيك مارسيليا والعقد نتاعو كان متواصل وخير البقاء في الإفريقي بعد تألق الموسم الفارط وأحراز لقب الهدافين. أحمد خليل في وسط ميدان النادي الإفريقي، مهدي الوذرفي، ويسم بن يحيى صابر خليفة، وأحمد خليل صوب في الشوط الأول وكانت كرة خطيرة، وعبد القادر الوسلاتي التوزيعة ناجحة ويبعد الكرة شمس الدين الذوادي، وكانت المحاولة في التصويب مش ناجحة من أحمد خليل وفوسيني كوليبالي وعكس الهجوم للترجي الرياضي التونسي والإمداد في مناطق الإفريقي والحارس فاروق بن مصطفى. الإجابة من الترجي عبر عكس الهجوم ويسبق كورتو طه ياسين الخنيسي. الإمداد من فوسيني كوليبالي والكونترول لم يكن ناجح من طه ياسين الخنيسي، و في المكان المناسب فاروق بن مصطفى يمشي لاكس حاليا صابر خليفة مباشرة معز بن شريفية. واضح كل فريق يبحث على الهدف، يبحث على الهدف الحاسم وقيمة الانتصار لباقي المشوار، وانتصار هام لأي مدرب في الديربي. سانشيز الموسم الفارط تعادل وانتصار في الديربي، عمار السويح أول ديربي ومباراة خاصة له، ولو أنه مع نجم الساحل يلعب لقاءات تقليدية أمام الترجي والإفريقي. والكرة من الجهة اليمنى لإيهاب المباركي، حسين الربيع اللي خذا مكان خليل الشمام، اللي كيما ويسام بن يحيى عنده رقم قياسي على مستوى لعب لقاءات الأجوار. التوزيعة من نادر الغندري في المساندة لدفاع الإفريقي، حسين الراقد الكرة في مناطق الترجي الرياضي التونسي والتمعيس للترجي. شفنا الإفريقي يضغط علاء البسليمي يمشي للجهة اليسرى، الجهة اللي يعرفها، اللي معناها عنده مهارات وعنده إمكانيات كظهير أيسر كذلك. ونادر الغندري يمشي للمحور مع بلال العيفة كاختيارات المدرب دانيال شانسيز بعد خروج وأقصى ياسين الميكاريل. التوزيعة الأرضية طه ياسين الخنيسي، وكرة ما توصلش لسعد بكير، والكلمة الأخيرة لدفاع الإفريقي والمخالفة، المخالفة لعبد القادر الوسلتي. إذن تغيير تكتيكي من جانب الإفريقي، نادر الغندري في المحور، نشوفوا المخالفة على الظهير الأيمن عبد القادر الوسلاتي، واختيارات اضطرارية مع الإصابات على مستوى الظهيرين الأيمن والأيسر منذ مفتتح الموسم للإفريقي. مخالفة لفخر الدين بن يوسف اللي غير الرواق مع ادم الرجيبي، متابعه لوضعيه اللاعبين على الميدان. اذا بعد الاقصاء ياسين الميكاري، ادم الرجيبي يمشي لجهه علاء البسليمي، وفخر الدين بن يوسف من الجهه المقابله وين موجود عبد القادر الوسلاتي. هذه التغييرات حاليا على المستوى التكتيكي، ونادي الغندري في المحور مع بلال العيفة، فخر الدين بن يوسف، حسين الراقد، شمس الدين الذوادي. الموسم الفارط لم يكن مستقر بعد سلسلة من الإصابات، توزيعة والاختيار خاطئ وترجع لصالح النادي الإفريقي. وبعد قليل تغيير آخر، سيف الدين الجزيري باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية كاختيار هجومي للمدرب دانيال سانشيز. شمس الدين الذوادي، ثم يوان توزغار، وثم أحمد خليل، وثم صابر خليفة، والكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. حسين الراقد، من جديد حوار متشدد بين إيهاب المباركي وصابر خليفة وآدم الرجيبي. آدم الرجيبي طلب الكرة من فخر الدين بن يوسف، والتغطية من عبد القادر الوسلاتي،
وحسين الربيع مباشرة. مهدي الوذرفي، مهدي الوذرفي البحث على صابر خليفة، صابر خليفة وثم إصابة من جانب الترجي الرياضي التونسي. ظن أن السقف مازال مرتفع والرغبة في التسجيل، والإصابة لفوسيني كوليبالي في الالتحام الأخير مع عبد القادر الوسلتي. شوفوا لمسة اليد من جانب صابر خليفة ومخالفة ضد مهاجم النادي الإفريقي في الأثناء الالتحام الأخير، ولمس الكرة بالرأس من جانب إيهاب المباركي. إذن مشاهدينا الكرام، صابر خليفة يمشي لمحور الهجوم مع يوان توزجار، وعلاء البسليمي يصبح ظهير أيسر، والبحث على الخطورة والعمق في طلب الكرة لهدف الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. من جانب الترجي أدم رجيبي من الجهة اليمنى، فخر الدين بن يوسف كجناح أيسر، والعمق فيه طه ياسين الخنيسي، واللاعب العائد من إعارة إلى الملعب التونسي فوسيني كوليبالي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري ياخو مكانه ويرجع للتشكيلة الأساسية. الإفريقي 110 أهداف في الحوارات، والترجي 143 هدف، واليوم المباراة رقم 121 في اللقاءات الزاخرة للفريقين، بالنتائج بالأهداف الرائعة بالمواهب المكتشفة في لقاءات الأجوار، بالنجوم اللي مرت عبر لقاءات الأجوار منذ الاستقلال. حقيقة دائما لقاء خاص، لقاء عنده روقه، عنده النكهة متاعه وعنده طعم، معناها الفريق اللي ينتصر على الفريق الآخر في لقاء الأجوار يؤثر على الفريق المنهزم. فخر الدين بن يوسف وحسين الربيع مباشرة، علي المشاني، آدم رجيبي، حسين الرجز، آدم رجيبي، حسين الرجز، آدم رجيبي. كاميرات قصيرة باللاعب الترجي الرياضي التونسي في انتظار إيجاد الحلول، وبعد قليل سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب الأولمبي كحل هجومي للمدرب دانيال شانسيز. فوسيني كوليبالي يعول عليه المدرب عمار السويح بالمقارنة مع الأجانب الموجودين في الرصيد البشري للترجي، إما إيجيوك وبالبوا. آدم رجيبي، واضح الدقائق الأخيرة للمباراة حاسمة، وأي هفوة لا يمكن تداركها من الجانبين. الكرة في محور دفاع الإفريقي، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، الإمضاء لفخر الدين بن يوسف. قلت مباراة اللي باش يخطئ ينجم يدفع ثمن باهظ، وفخر الدين بن يوسف وجه لوجه مع شباك يسجل الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي في أول دربي بالنسبة ليه للاعب القادم من نادي ميتس الفرنسي، اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي. و على مستوى القائم الثاني سعد بقير، إيهاب المباركي، والكرة مباشرة لفخر الدين بن يوسف، وأحدث الفارق للترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأخيرة وقبل دخولنا الدقيقة 80 تقريبا 11 دقيقة الأخيرة للمباراة. وفي الأثناء الدفع بسيف الدين الجزيري من جانب النادي الإفريقي، وبسهولة فخر الدين بن يوسف يتمكن من التسجيل وإحداث الفارق. قلت اللي باش يستغل الأخطاء هو اللي باش يسجل، والتشويق متواصل هنا في الملعب الأولمبي بيرادس بعد سلسلة من الهجمات وسلسلة من الفرص من الجانبين. نذكروا بالكرة على العارض لسعد بكير، بالكرة على القائم لعماد المنيوي، بالتصويبة لوسام بن يحيى، وحاليا من الجهة المقابلة يتمكن فخر الدين بن يوسف من استغلال التوغل من جانب إيهاب المباركي. ثم ديفياسيون من دفاع الإفريقي، وهدف مقابل صفر لتشكيلة المدرب عمار السويح.
الكرة باش ترجع بتماس لصالح النادي الافريقي. التماس من علاء البسليمي. سنعيش دقائق اخيره مشوقه ومشوقه في لقاء الاجوار اللي اوفى بوعوده من ناحية الكرويه، من ناحية التكتيكيه، من ناحيه الرغبه في التسجيل والرغبه في الفوز اليوم في هذه المباراه، وفرصه اخرى من جانب الترجي والتغطيه من دفاع الافريقي. وواضح المجازفه تخلي المساحات من جانب تشكيلة النادي الافريقي. ادم الرجيبي، ادم الرجيبي قلت خروج ياسين المكاري خلى الجهه اليسرى فيها ثغرات ايضا مع المحاوله من علاء البسليمي، والكره الاخيره خارج الميدان. امامكم صاحب الهدف الوحيد الى حد الان اللاعب الدولي فخر الدين بن يوسف، رغم اقحام نادر الغندري في المحور. الثغرات من الجهه اليسرى واستغلها ايهاب المباركي وسعد بكير، والكره كانت على مستوى القائم الثاني، وهدف مقابل صفر الى حد الان في الدربي رقم 121. نادر الغندري، التماس للنادي الافريقي عن طريق علاء البسليمي. اكيد استنتجت ما بعد المباراه في الاستوديو التحليلي مع هذا اللقاء المليء بالتقلبات والفرص وعديد الوضعيات السنيحه امام المرمى، كرات على العارضه، كرات على القائم، شفنا كل شيء اليوم في هذه المباراه. من جديد الكره لصالح الترجي الرياضي التونسي، والبحث على التوغل من جانب الترجي والتماس. حسين الربيع الظهير الايسر المعوض لخليل شمام. شوفوا كرة كان التدخل من سيف الدين الجزيري. الاصابة في صفوف الترجي الرياضي التونسي، بلال العيفة وطه، ياسين الخنيسي وسعد بكير، ملقى على أرضية الميدان المساهم والممهد للهدف الوحيد المسجل إلى حد الآن في هذا اللقاء. التوصية من جانب المدرب عمار سويح، وشفنا الشباك كانت تنبئ باهتزازها في الشوط الأول. فرص من جانب الافريقي، فرصة واحدة سنحة للترجي الرياضي التونسي. تألق بن مصفى ومعز بن شريفية. الشوط الثاني، كرة على العارضة، كرة على القائم او ايهاب المباركي، ثم استلام الكرة ببلال العيفة وفخر الدين بن يوسف، تمشي له الكرة مباشرة والتماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. حسين الربيع اللاعب السابق للترجي الجرزيسي. من جديد المحاولات للترجي الرياضي التونسي. فخر الدين بن يوسف والتماس، التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. كرة في محور دفاع الافريقي المخالفة لصالح بلال العيفة اللي ما كانش محظوظ في التوزيعة من جانب ايهاب المباركي، واضح كان في وضع دفاعي. ثم ديفياسيون مع المحاولة لتفادي التوزيعة لبلال العيفة، والكرة كانت على مستوى القائم الثاني. علاء البسليمي، صابر خليفة لاعب الخبرة، النجم يسجل في أي وقت. صابر الخليفة، عبد القادر الوسلاتي، حسين الربيع يربح التماس أمام الظهير الأيمن للنادي الأفريقي. غيلان الشعلالي ودريس المحيرسي كتغييرات في تركيبة الترجي الرياضي التونسي. إذن محاولة من سيف الدين الجزيري
والحارس معز بن شريفية. إذن تبقى الكرة في وسط الميدان من آدم الرجايبي مباشرة إلى بلال العيفة. بلال العيفة، أحمد خليل، أحمد خليل، سيف الدين الجزيري، والإفريقي يحاول يرجع في المباراة، يحاول يعدل. وبالنسبة للأرقام وحسب زميلنا عماد الكيلاني، لكن نتابع المحاولة من جانب طه ياسين الخنيسي، والكرة لصالح النادي الإفريقي. قلت حسب أرقام زميلنا عماد الكيلاني في الدربية التسعة الماضية الذي يبادر بالتهديف في الدربي لا ينهزم. شوفوا الحوار الأخير بين طه ياسين الخنيسي وبلال العيفة، وقلت رقم منذ لحظات زمتني به عماد الكيلاني أنه اللي يسجل في التسعة دربيات الأخيرة ويبادر بالتهديف لا ينهزم. إذن غيلان الشعلالي ياخذ مكان فخر الدين بن يوسف صاحب الهدف الوحيد المسجل إلى حد الآن، وسعد بكير ياخذ مكانه إدريس المحيرسي. وهذه هما التعويضات والتغييرات للترجي الرياضي التونسي في هذه الدقائق الأخيرة. وشفنا الكرة والفرصة مع انطلاق الشوط الثاني لسعد بقير، وكرة على العرض. شمس الدين الذوادي الإفريقي يسعى للتسجيل. إذن مالك توري ياخو مكان أحمد خليل. مالك توري ياخو مكان أحمد خليل. نتابع مالك توري ياخو مكانه في التشكيلة الأساسية في هذه الدقائق الأخيرة للقاء الأجوار. بلال العيفة يطول الكرة على صابر خليفة، والمتابعة من شمس الدين الذوادي وكذلك معز بن شريفية. كرة طويلة من معز بن شريفية. بلال العيفة والحارس فاروق بن مصطفى. فاروق بن مصطفى يتحكم في الكرة الأخيرة، يطولها علي المشاني. بلال العيفة، التوزيعة من بلال العيفة إلى صابر خليفة، شمس الدين الذوادي، آدم الرجايبي، حسين الراقد، آدم الرجايبي. والكرة كان لمسة من دريس المحيرسي، يحافظ على الكرة آدم الرجايبي، ثم التواغل من آدم الرجايبي واسترجاع الكرة من نادر الغندري. مهدي الوذرفي، شمس الدين الذوادي، حسين الربيع، إدريس المحيرسي. مباشرة للنادي الإفريقي التمعس. أول كرة لمالك توري. عبد القادر الوسلاتي، هفوة من جانب عبد القادر الوسلاتي، ولمسة يد حسب الإشارة من الحكم محمد سعيد الكردي. شوفوا ثم لمسة يد، والجهة اليسرى يأخذها إدريس المحيرسي في هذه الدقائق الأخيرة. أكيد استجوبات ما بعد المباراة والتحليل الفني للقاء الأجوار. شفنا فيه برشا فرص، برشا وضعيات هجومية، رغبة في التسجيل، رغبة في الفوز. إدريس المحيرسي والهدف، رائع إدريس المحيرسي. إدريس المحيرسي والهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي من كرة مباغتة وغالت الحارس فاروق بن مصطفى. إذن هدف ثاني للترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأخيرة للمباراة. نتابع الترويض والتصويب، وباغتة فاروق بن مصطفى من تسديدة مباغتة من خارج مناطق الجزاء، هدفان مقابل صفر
للترجي الرياضي التونسي. ودريس المحيرسي خذا مكانه منذ قليل في التشكيلة الأساسية لفريق باب السويقة. إعادة من جديد للهدف الثاني، كرة قوية تحت العارضة وباغتة الحارس فاروق بن مصطفى. هدفان مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي ثواني قبل نهاية الوقت القانوني لهذا اللقاء. إذن هدف أول لفخر الدين بن يوسف، ثم إدريس المحيرسي يتمكن من إضافة الهدف الثاني لما كان الأفريقي من خلال التغييرات يسعى للتعديل. خمسة دقائق وقت بديل يحتسبها الحكم محمد سعيد الكردي. البحث على وسام بن يحيى، حسين الربيع، بلال العيفة، فسيني كوليبالي، من جديد غيلان الشعلالي، فسيني كوليبالي. الأفريقي في مناطق الترجي الرياضي التونسي، والكرة باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. واضح تهدئة الخواطر، معناها ما يلزمش المسؤولين يكونوا قراب، معناها هو يحاولوا يحكيوا مع الحكم، معناها ما هذا أمر ما يلزمش يكون موجود في بطولتنا، ما يلزمش يكون صور في بطولتنا أنه البنك يكون قريب ويحاول يتحدث ويتجادل مع الحكم. هذا أمر معناها ماهوش منطقي وماهوش موجود في الكرة المحترفة الصحيحة. واضح أنه يجب احترام الحكم وقرارات الحكم ويكون الديسيبلين والانضباط على بنك الاحتياط. معز بن شريفية، كرة طويلة، عبد القادر الوسلاتي، غيلان الشعلالي، نادر الغندري، صابر خليفة أمامه إيهاب المباركي. صابر خليفة، وسام بن يحيى، الهجوم لعلاء البوسليمي. علاء البوسليمي يحاول التوزيع، إمكانية التوزيع من جديد لعلاء البوسليمي، يبعد الكرة على المشاني ومخالفة لصالح النادي الافريقي وبالتحديد مهدي الوذرفي. قبل هذه المباراة 9 نقاط للترجي الرياضي التونسي، 6 للافريقي. شوفوا التدخل من غيلان الشعلالي وإصابة، مخالفة للافريقي. نعيش الوقت البديل في المباراة رقم 121 بين الفريقين. وطه ياسين الخنيسي المصاب خاذ أول دربي في تاريخه، أول دربي في سجله على مستوى المخالفات. تبعت مع الأحصائيات، قلت كل دربي عنده معطياته، عنده نكهته، عنده خفاياه، عنده أسراره. وإعادة للهدف المسجل والممتاز من جانب إدريس المحيرسي اللي خذا مكانه في الشوط الثاني مع غيلان الشعلالي. متابعة الكرة الثابتة للنادي الافريقي مباشرة، المحاولة من جانب وسام بن يحيى. فسيني كوليبالي، نذكر بنا الموسم الفارط الذهاب هدفان مقابل هدفان والإياب فوز الافريقي، وآخر انتصار للترجي كان في مارس 2014، وهذا هو الديربي. والأهداف موجودة في المواسم الماضية، والتشويق مضمون والفرجة مضمونة على مستوى الفرص على مستوى المواهب، عكس الهجوم من جلب الترجي. ونشوف شكون يرجع لمحور الدفاع. صابر خليفة ولياقة بدنية عالية، وهو محترف بأتم معنى الكلمة. صابر خليفة ومكسب للنادي الإفريقي ومساهمة الموسم الفارط في رفع لقب البطولة.
شمس الدين الزوادي أكيد مع اسكندر الحجم استجوابات ما بعد المباراة وإضافة الأستوديو التحليلي حول هذا اللقاء لقاء الجولة الخامسة وقمة الجولة الخامسة. والدلتة التونسية اختارت توقيت المباراة الساعة الخامسة والفرجة مضمونة دائما في الدربي بين الفريقين. وماليك توري إلى عبد القادر الوسلاتي والمحاولة من جانب الترجي وطه ياسين الغنيسي ودريس المحيرسي والحارس فاروق بن مصطفى يتصدى لآخر كرة في المباراة وفوز الترجي الرياضي التونسي على النادي الإفريقي هدفان مقابل صفر. وبعد قليل اكيد مع اسكندر الحجم استجوابات ما بعد المباراة الاستجوابات الخاصة بالفنيين باللاعبين اللي كانوا ممتازين اعطوا كل ما عندهم اليوم في مباراة الاجوار بين الترجي والنادي الافريقي. كان مشيو محمد علي قبل الاستجوابات مع اسكندر. الرياضي التونسي ونهاية المباراة بتفوق الترجي الرياضي التونسي هدفين مقابل صفر أهداف فخر الدين بن يوسف وإدريس المحيلسي. إذا كان زميلي اسكندر حاضر في الاستجوابات الفورية لك الكلمة اسكندر. الكرام اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد لهذا الاستوديو التحليلي الخاص بديربي العاصمه ديربي النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي ونهايه المباراه بتفوق الترجي الرياضي التونسي هدفين مقابل صفر اهداف فخر الدين بن يوسف وادريس المحيلسي. اذا كان زميلي اسكندر حاضر في الاستجوابات الفوريه لك الكلمه اسكندر. حاضر بالفعل زميل محمد علي بطبيعه الحال سيد عمار سويح. مرحبا بكم من جديد لهذا الاستوديو التحليلي الخاص بديربي العاصمه ديربي النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي ونهايه المباراه بتفوق الترجي الرياضي التونسي هدفين مقابل صفر اهداف فخر الدين بن يوسف وادريس المحيلسي. اذا كان زميلي اسكندر حاضر في الاستجوابات الفوريه لك الكلمه اسكندر تفضل. نعم حاضر بالفعل زميل محمد علي بطبيعه الحال سيد عمار سويح مدرب الترجي الرياضي التونسي. واول سؤال بطبيعه الحال مبروك انتصار في الدربي ولكن الترجي الرياضي التونسي افضل اداؤه في البطوله السنه ينطلق مع خامس لقاء اللي هو لقاء اليوم. بارك الله فيك. قبل ما نبدا المداخله نتاعي نحب ان نقدم الفوز هذا للرئيس الحمدي السعدي المدب نظرا للاسبوع الصعب اللي مر به واعتقد اللي هذا يعني هديه اللي هو تخليه هو يحس بالسولاجمون. بالنسبه للديربي بالطبيعه طعم خاص نكهه خاصه حشتنا معناها باستدا الثقه للمجموعه. نحب الجماهير نتاعنا يعني ترجع تساندنا. بالطبيعه كانت عندنا يعني تحضيرات عاديه اللي ركزنا عليه عكس العاده هو معناتها ديما نحكيه على الوقفه وعلى الانجاجمون فيزيك. اللي ركزنا عليه هو يعني لعب الكوره اكثر ولو ما كانش يعني فم مستوى كبير لان تعرف فم شد عصبي للفريقين الاثنين. كانت مقابله متكافئه فيها شبه سيطر النادي الافريقي في الشوط الاول. الشوط الثاني الفرص ما كانش موجوده من الفريقين الا باقليه. ما قصروش الاولاد على مستوى الانضباط. شو السر سي عمار؟ قلت شوط اول سيطره النادي الافريقي هذا صحيح لكن العوده كانت قويه من طرف الترجي الرياضي التونسي اداء النتيجه. بالطبيعه فما نوراج لازم يتعدى في ظل معناها الحضور الجماهيري الكثيف نتاع النادي الافريقي. بالطبيعه هذا ما نجم نقاوموه الا بمسك الكوره، الدفاع وحده ما يكفيش. فكانت تعليماتنا وتوصياتنا طوال الاسبوع وحتى مستقبلا نعولوا اكثر على حجم اللعب، نعولوا اكثر على مسك الكوره. الوقفه والانضباط التكتيكي عندهم دخل لكن اعتقد مسك الكوره يعني من الاولويات نتاعنا باش يكون معناها في الترجي التونسي الموسم هذا وان شاء الله الاداء نتاعنا يتطور. بطبيعه بالنقص العددي خدينا الامور اكثر في يدينا ولقينا المساحات وكلت معناها المقابله نتاعنا بالنجاح. واهم شيء هو كونه الانتصار كان موجود، ان شاء الله تكون الانطلاقه المباراه هذه لانه احد الاهداف نتاعنا هو الديربي. واضح جدا، مشكور جدا السيد عمار صويح مدرب الترجي الرياضي التونسي. نرجع لك محمد علي بوزقارو مع امكانيه قيام او اجراء استجواب ثاني. شكرا لك اسكندر تاخذ الكلمه وقت اللي يكون معك ضيف ثاني. ونبدا معك سي محمود. الترجي الرياضي التونسي كان افضل بكثير خلال الشوط الثاني من الشوط الاول. الترجي الرياضي التونسي كان افضل ايضا خلال الشوط الثاني من النادي الافريقي وهذا اللي خلى الترجي الرياضي التونسي يسجل هدفين ويخرج بنقاط المباراه. السؤال اللي نحب نساله سي محمود، الترجي الرياضي التونسي عاد في الشوط الثاني افضل من الشوط الاول النادي الافريقي
اخيب من الشوط الاول. لهنا حاب نسال سؤال مباشر، هل عمار السويح انتصر تكتيكين على دانيال سانشيز؟ صحيح صحيح، وقال هو قال اللي هو حتى في العمل نتاعو قاعد يركز على الاستحواذ على الكرة أكثر، الاستحفاظ على الكرة أكثر، باش الطابع نتاع الترجي الرياضي التونسي معناتها يدخل في المقابلة ويكون هو يحكم. باه سامحني سي محمود نرجع معاك، اقعد عن كلمة يحكم يا رجل، نرجع مع اسكندر. سامحني سامحني إذا قطعتك سي محمود، حبيت إجابة فخر الدين بن يوسف قبل تكون قبل إجابة سي محمود الورتاني. فخر الدين، أصعب هدف في أي دربي هو الهدف الأول، ترجي فاز زوز أهداف ولكن الأهم تقريبا كان بإمضاء فخر الدين بن يوسف اللي قال اليوم. الحمد لله قبل كل شيء على الدرب اليوم، مالوريزمون جمهورنا ما كانش حاضر معنا بشي باش ساندنا، وقلنا من اول الجمعه اللي ان شاء الله نحن نعوضوه في التيران، هذا اللي صار اليوم. الحمد لله انا كنت ديسيزيف مع جمعيه اليوم، دوزيام ميتون دخلنا له كما يلزم، جبنا يعني تسببت ورقه حمراء، ومن بعد يعني حابين نوصلوا الكاش، الحمد لله وصلنا مرتين وبالحق احساس بيه انه واحد يربح الدربي الحمد لله. واضح، مشكور جدا فخر الدين بن يوسف صاحب الهدف الاول، بدي ارحم ذكر دريس المحيرسي هو صاحب الهدف الثاني. نرجع لك الكلمه محمد علي. شكرا، وين نرجع الكلمه سي محمود؟ تفضل سي محمود. دونك احنا من بدايه دخول الترجي الرياضي التونسي في الشوط الثاني كان احسن بكثير من دخوله في الشوط الاول. الشوط الاول كان واضح وقلنا سيطره كانت للنادي الافريقي خاصه من ناحيه لونجاجمون واللي ديال وثنائيات كان الترجي الرياضي التونسي عرف، وقلناها راهو ما بين الشوطين، قلنا ربما الحل والمفتاح بالنسبه للترجي الرياضي التونسي هو يزيد يستحفظ اكثر على وسط الميدان، الكره في وسط الميدان، يزيد لا كونسيرفاسيون دلا بال، يزيد يستحفظ عليها اكثر. شولى الترجي الرياضي التونسي حتى قبل خروج الميكاري، قبل الدقيقة 65 وخروج الميكاري، راو الترجي الرياضي التونسي كان هو ماسك معناتها بزمام وسط الميدان، يحكم في الكرة، قاعد يدرج بها، يقرب للمرمى متاع بن مصطفى، وكيف كيف وجات معناتها كرة مفصلية في وسط الشوط الثاني هي للمنياوي اللي كانت معناتها هذيك تورنون كبير. مع التورنون الثاني هو الخروج متاع الميكاري، ولا الترجي التونسي وعنده الفكرة اللي يلزمه يستحفظ على الكرة. وشفنا قبل الشوط الأول ما يقارب ربما 25 ولا 30 تمريرة توجد معناتها باش اش عملت، خلقت الديكالاج في الطون وفي الاسباس، في الاسباس خلق الديكالاج من الكوتي نتاع المكان اللي خلاه الميكاري فارغ والبوسليمي الغاديك البلاصه، واثنين في الاسباس اللي ولا الترجي الرياضي التونسي مع الفكره اللي هبط بها باش يستحفظ على الكره، ولا زاد يستحفظ في المساحه، ولا يستحفظ ولا يلعب في ظهر اللاعبين نتاع وسط الميدان نتاع الترجي الرياضي التونسي، ولا عنده هو التفوق العددي امام دفاع نتاع الترجي نتاع النادي الافريقي. أنيس، النادي الافريقي خسر معركة وسط الميدان اللي حكينا عليها، النادي الافريقي بدنيا حسينا كأنه انهار شوية النادي الافريقي، خاصة نعرفه مع احمد خليل العائد من المنتخب الاولمبي من مباريات ودية مع المنتخب الاولمبي. النادي الافريقي وقت اللي كان في الشوط الاول يقطع الكرة يبني عليها الهجمة، النادي الافريقي ما عادش متمكن انه يقطع الكرة، وشفنا في عديد المرات صابر خليفة يرجع حتى المناطق النادي الافريقي، تقريبا شفناه مرة في منطقة 16 متر و50 تاع النادي الافريقي باش يفك الكرة. صحيح دالي ظهر لي النادي الافريقي يعني في الشوط الثاني شفناه بدنيا ما كانش حاضر 100%، خاصة اللاعبين وسط الميدان اللي تعبوا برشا في الشوط الأول. بصراحة يعني في الشوط الأول كانوا ربحوا برشا ثنائيات كانوا موجودين، في الشوط الثاني سيرتو بعد الورقة الحمراء حسينا أنه ثلاثة لاعبين وسط الميدان يعني الودرفي وخليل ويحيى فيزيكمان طاحوا، وقتها المفروض يعني المدرب يعمل تغييرات ويدخل لاعبين عندهم فريشور فيزيك باش يجم يخلق ليكيليبر. نتصور تاخر التغييرات دانيال سانشيز لا من يعني بصراحه ما نجحش في التغييرات، كانت تغييرات متاخره بوست بار بوست في وقت اللي النادي الافريقي خسر المدافع ايسر. انا نتصور الشوط الثاني اللي عمل الفارق هي الورقه الحمراء، الورقه الحمراء خلات ليكيليبر اللي كان موجود في دفاع النادي الافريقي والتفاهم اللي كان بين العيفة وعلي البسليمي ديجا ظرف في الهدف، يعني تلازم المدرب انه يحط البسليمي كمدافع ايسر ويدخل لاعب اخر الغندري في اللاكس، عمل يعني قلق دفاع النادي الافريقي وضيع التفاهم اللي كان موجود في الشوط الاول، اضافه الى انه مدرب ما حاولش انه يزيد لاعب فري فيزيكمون في وسط الميدان باش يكون موجود ويقوم بالعمل اللي قاموا به ثلاثه من اللاعبين، هذا اللي اثر
اعتقد انه الترجي بدا الشوط الثاني بقوه كبيره، ذو ضربات على القائم، دخول ادم رجيبي، كنا توقعنا انه رجيبي مش يكون اول تغييرات الترجي، تخلى عطاء اضافه للخط الهجوم كيف كيف. بعد الفتره اللي بدا النادي الافريقي يهاجم شفنا الفرصه للمنياوي، الفتره هذيك بين ال 55 وال 60 وقتها تقصت بالورقه الحمراء. نقطه اخرى تصور انه فخر الدين بن يوسف اليوم كان ديسيزيف كما قال، كان تسبب في الورقه الحمراء، سجل هدف، كان موجود. دونك الملاعبيه الكبار ديما موجودين في المباريات الكبرى. الترجي الشوط الثاني تفوق بدنيا وتفوق تكتيكيا. سي محمود، قلنا قبل المباراه انه ديربي يتحكموا فيه ولا يصنعوا الفارق فيه الانديفيدواليتي، معناتها اللاعبين يتميزوا فنيا هما اللي يصنعوا الفارق في الديربي، وهذا اللي رناه اليوم من طرف الترجي التونسي. شفنا الاكسبلوا نتاع دريس المحيرسي في الهدف الثاني، هدف ممتاز برشا قليل نشاهدوه في ملعبنا، والهدف الاول مع فخر الدين بن يوسف ايضا في اضافه كبيره لفخر الدين بن يوسف. صحيح وهذا الكل راجع لشنو اللي عمار سويح عرف شنو يعمل في الشوط الثاني. ديريكت وقت اللي يلزم باش يخرج لاعب اللي هو سيسوكو ما كانش فعال في الرواق الايسر اللي يلعب فيه، ودخل الرجيبي، شفنا الرجيبي كيفاش في وسط الميدان قعد فكره المدرب نتاعو، قعد يستحفظ على الكره باش ينجم يدخل الفريق نتاعو في المقابله في يولي هو عنده التفوق العددي والتفوق حتى الذهني فوق الميدان، وهكا اللي صار. تبقى بالنسبه للتسديده نتاع المحيرسي محمد علي، تسديده تنجم تجي كان من عند لاعب عنده قوة شخصية، خاطر بور بروندر سي ديزيزيون تعمل التسديدة هذيك من البعد هذاك وفي التوقيت هذاك، ما تنجم تكون كان من عند لاعب كبير ومن عند لاعب عنده معناتها ثقة برشا في شخصيته. اثنين، شفنا احنا كيفاش صابر خليفة في الشوط الثاني كان الشوط الأول كان عنده تفوق نسبي على إيهاب المباركي، شفنا في الشوط الثاني إيهاب المباركي هو اللي خرج كرة الهدف بعد لمسه من عند بقير في العمق في ظهر البوسليمي، يخرج هو الكره نتاع الهدف الاول. دونك انا نقول اللي في الشوط الثاني، واحنا ديما نقولوا شوط المدربين، عمار سوايح نجح، شانشيز فقد السيطره على مجريات المقابله. كان من المفروض وقت اللي انت قبلت هدف قبلت، وشفنا احنا البارح كيفاش سيدي بوزيد كانت بعشرة وخاسرة واحد بلاش، رجعت وربحت اثنين بواحد، علاش فما تغييرات صارت في وسط المقابلة رغم اللي تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام لهذا الجزء الأخير من استوديو التحليل الخاص بدرب العاصمة، مباراة النادي الأفريقي والترجي الذي تونسي. كنت وقفت عندك أنت سي محمود على تغييرات دانيال سانشيز اللي ما كانتش في وقتها وما كانتش، ولا أنت تشوف أنه ما كانش هذيك التغييرات اللي كان يلزم يقوم بها دانيال سانشيز؟ كان من المفروض ظهر هو في الشوط هو المنياوي باش نحطوا سامحني سي محمود نقاط على الحروف، رانا قاعدين نحلوا نعطيو لا احنا في آرائنا ماناش نلقطوا في احنا راهو نغزروا المقابلة. وقت النادي الإفريقي كان هو سباق في اللعب وسباق في الفرص وسباق قلناها في الشوط الأول، الشوط الثاني تبدل رأس على عقب. علاش؟ على خاطر فما حاجة تبدلت، هو الترجي الرياضي التونسي هو اللي تخلق قلنا أحسن في الشوط الثاني، فكرته فوق الميدان ولا يستحفظ على الكرة ويخدم في الكرات البينية ويلوج باش يعمل الفارق في المساحة وفي التوقيت، هذا هو اللي خلى الترجي الرياضي التونسي ولا هو ماسك رغم راهو قبل ما يخرج اسمه الميكاري، حتى قبل ما يخرج ميكاري تحس اللي الترجي التونسي هو اللي يمسك بزمان مقابلة. تبقى اجماليا شو نقولوا، نقولوا ربما الطموح والشباب والملاعب اللي ماهوش مال في الواحد قبل ما يخرج ميكاري خمسة دقائق الاولى، اما العشرة دقائق اللي قبل ما يخرج فيها الميكاري نادي افريقي خلق زوز فرص صحيح وكان يعني واخذ الاسبقية على الترجي، وكيف كيف الترجي الرياضي التونسي زاد كيف كيف الشوط الاول شفنا الكرة نتاع البقير على كرة ثابتة كيفاش خلط
وخلق هيك لو دونجي دوفون لا ديفونس نتاع النادي الافريقي. تبقى اش قلنا سيفري مفصليه هو الخروج مفصليه زوز حاجات، هو الرتاج نتاع المنياوي كان رتاج معناتها ماهوش في وقته بالنسبه للنادي الافريقي، وزيد خروج الميكاري هو قلب المعطيات الكل. تبقى معناتها الفكره الاخيره بعد نعدي لك انيس، هو الطموح نتاع الاولاد الصغار اللي ما يلعبوش اول مره يلعبوا، معناتها تقول عليهم عندهم سنوات وما يلعبوا في الدربي كيما الرجايبي كيما يهاب المباركي اللي لعب قبل، لكن كيما علي المشاني كيما حسين الربيع اللي خرج ماتش اونيت نتاعو كيما سعد بقير، معناتها لاعبين معناتها دخلوا ربما هيك الشجاعه نتاع الشباب هي وك الحضور الثاني نتاع الشباب اللي ما عنده ما يخسر ربما هيك يعطي الملاعبيه اللي لعبت اول ديربي في الليل. تفضل نيس. حاجه اخرى يعني تكلمنا برشا على الجزئيات محمد علي على في الديربي، شفنا يعني كان شفنا الهدف الاولاني قبل الهدف كان الترجي ممكن مسك ممكن دقيقتين الكره عند الترجي، ثم ديسيني انه الترجي باش يسجل وهنا يلزم المدرب يتدخل وهنا يلزم المدرب. كنت نتصور انه كان اقرب ملاعبي في الفتره هذيك يكون سليفو، علاش؟ لانه باش يكون لاعب ثاني وسط ميدان، لانه الترجي مراد الهذلي انا نشوف سليفو هي اختياراته كلها بيصير هذه الكره ماهيش على المسحيه، كل حد عنده اختياراته. ما انا شوف انه سليفو كان وقته، علاش؟ لانه الترجي خذا وسط الميدان بدا يسيطر، وفما ديسيني باش يسجل لانه الكره ولات عند الترجي اكثر من النادي الافريقي في الوقت هذيك. جزئية أخرى نحكيو عليها تمركز عبد القادر الوسلاتي في الهدف الأولاني، يظهر أنه ريت على كرة تتبدل معطيات مباراة كاملة على كوفرتير غالطة ولا كوفرتير مخرة. شفنا هدف وشفنا جزئية كيما هذه في التمركز يبدل مجريات مباراة كاملة وممكن يبدل يعني مصير لأنه في الدربي ديما اهميته كبيره برشا، في الدربي تبدلوا رؤساء، في الدربي تبدلوا مدربين، يتنحاهم لاعبيه، دونك الجزئيه ديما عندها اهميتها. هذاك علاش ديما نحكيو على الكونسونتراسيون سيرتو في المباريات الكبيره. شكرا لك انيس، شكرا لك سي محمود، الف مبروك للترجي التونسي، للترجي الرياضي التونسي، حظ اوفر للنادي الافريقي. شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام، شكرا لكل زملائي اللي امنوا لكم تغطيه الدربي اليوم، ان شاء الله كانت تغطيه ترتقي الى مستوى انتظاراتكم وتطلعاتكم. التلفزه الوطنيه برجالها بنساها تجندت الناس الكل اليوم باش تقدم لكم التغطيه هذيا. مشكورين مره اخرى، دمتم اوفياء للتلفزه الوطنيه، تصبحوا على خير. النادي البنزرتي بست نقاط خلال 4 جولات يبحث على ثاني انتصار على ميدانه عندما يستطيع